الرحيم، هنبتدي النهارده ان شاء الله نكمل الشابتر بتاع الامبرو. واحنا شرحنا امبارح البروسيس ماتريكس وخدنا كيس استادي عليها وعرفنا البروسيس ماتريكس خطواتها ايه واستعمالاتها ايه. النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد الاداه الثانيه عندنا اللي هي التري دايجرام، مخطط الشجره. مخطط الشجره عندنا من الادوات اللي تعتبر مهمه جدا جدا، وكل الناس المحللين في المنهجيه بيستخدموها في الامبروف والتحسين، و تعتبر التري دايجرام اساس الامبروف يعني. تمام، فالنهارده باذن الله هنبتدي ناخد الاداه ونشوف المفهوم بتاعها والحالات اللي هنستخدمها فيها وطرق استعمالها، وطبعا هنرسم المخطط بتاعها وهنعرف هي بتتكلم على ايه وفائدتها ايه استعمالاتها ايه. فهناخد كده المفهوم العام للأداة بتاعة مخطط الشجرة. هنقول تستعمل أداة مخطط الشجرة لتحديد الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرسومة أو لحل مشاكل العملية. تاني، من الناس اللي لسه داخلة معانا أونلاين، المفهوم العام لأداة مخطط الشجرة التري دايجرام، تستعمل أداة مخطط الشجرة لتحديد الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرسومة أو لحل مشاكل العملية. تمام، يبقى المخطط الشجره اللي عندنا ليه مفهوم بسيط. المفهوم دوت بيحدد الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها للوصول الى الاهداف المرسومه او لحل مشاكل العمليه. ادي المفهوم العام للاداه، وادي الكلام اللي انا قلته هو تستعمل أداة مخطط الشجرة لتحديد الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرسومة أو لحل مشاكل العملية. طيب، الحالات اللي احنا بنستعمل فيها هذا المخطط إيه الحالات؟ هنقول الحالات المستعملة فيها الأداة، واحد أو النقطة الأولى، مخطط الشجرة هي أداة تنظيم، تعتبر أداة منظمة ولتفكير منهجي. يعني هي أداة تنظيم، أداة تنظيم وتفكير منهجي، وتستعمل لربط قضايا مختلفة. بنستعملها لربط قضايا مختلفة وأفكار كتير وأفكار عديدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات، بتفصل المعلومات المتعددة والخاصة. نقول تاني، النقطة الأولى في الحالات المستعملة فيها أداة التري دايجرام هي أداة تنظيم،
وتفكير منهجي، وتستعمل لربط قضايا مختلفة وأفكار عدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات المتعددة والخاصة. وهو ده اللي أنا كاتبه هنا في الباوربوينت، إن مخطط الشجرة هي أداة تنظيم وتفكير منهجي تستعمل لربط قضايا مختلفة وأفكار عدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات المتعددة والخاصة. طيب النقطة اللي بعد كده، تستعمل عند العمل على إيجاد الأسباب الرئيسية. يعني احنا بنستعمل الأداة دي لإيجاد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصعبة، للمشاكل الصعبة بمناقشتها، بمناقشتها من خلال التيم ورك اللي معايا. هنقعد نعمل ميتنج، هنناقش الايه المشاكل، ونعمل التري دايجرام للاسباب اللي عندي. طبعا المناقشة دي هتكون من كل المحاور اللي موجودة والزوايا، يعني كل حاجة بقى هقعد اناقشها في الاداء. طبعا لما هنيجي ناخد الرسمة دلوقتي والتفصيلة هنعرف الشجرة بتترسم ازاي. يبقى النقطة الثانية عندي في الحالات، تستخدم عند العمل على إيجاد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصعبة بمناقشتها من عدة محاور وزوايا. طيب النقطة الثالثة والأخيرة في الحالات، تساعد الفريق في إيجاد وتحديد متطلبات تحقيق الغايات والأهداف بأسلوب منهجي منظم. يبقى بتساعد التيم ورك اللي معايا على إيجاد تحديد متطلباته، إيجاد متطلبات الفريق إيه، عايز كذا كذا كذا. يبقى هي الأداة دي بتساعد الفريق اللي في المنظومة بتاعتي على تحديد المتطلبات بتاعته والأهداف بأسلوب منهجي منظم. يبقى هي تساعد الفريق في إيجاد وتحديد متطلبات تحقيق الغايات والأهداف بأسلوب منهجي منظم. يبقى نقول تاني الحالات فيها الأداة، الحالات المستعملة فيها الأداة، مخطط الشجرة أداة تنظيم وتفكير منهجي تستعمل لربط القضايا المختلفة والأفكار العدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات المتعددة والخاصة، وتستخدم عند العمل في إيجاد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصعبة بمناقشتها من عدة محاور وزوايا، وتساعد الفريق في إيجاد وتحديد متطلبات تحقيق الغايات والأهداف بأسلوب منهجي منظم. طريقة الاستعمال، في طرق لازم نتبعها عشان نعرف نشتغل على مخطط الشجرة. تترسم ازاي؟ من خلال الاربع نقط اللي انا هقولهم دلوقتي. كل الناس بقى تركز معايا، اللي فات ده كان كله نظري، المفهوم والحالات ده يعني ايه حاجات نظري كده عشان نفهم الدنيا فيها ايه. من اول الطريقة نبتدي التركيز بقى، عشان ده الشغل العملي، ده اللي هنبتدي نعمل بيه التري دايجرام. بتهيألي كل الناس كده معايا اونلاين صح؟ انا النهارده بعت لكم اللي النهارده هتبقى المحاضره ان شاء الله هتبقى ساعتين، عشان عايز اخلص انا الاربع ادوات دول باذن الله النهارده ان شاء الله. النهارده نخلص الامبروف، والامبروف هيبقى فيه شغل يعني، يعني تعتبر تاني اداه، تاني اداه عندنا. فكل الناس تعمل حسابها النهارده اللي المحاضره هتبقى فيها ساعه زياده يعني. تمام، في حد معايا على الشات؟ تمام.
نكمل طريقة الاستعمال لمخطط الشجرة. أنا زي ما قلت لحضراتكم إن مخطط الشجرة دي تعتبر أداة أساسية في الإمبروف. التري دايجرام يعتبر كل المحللين اللي بيعملوا عملية التحسين في منهجية السكس سيجما بيستخدموا التري دايجرام، وبيستخدموا الفيميا، وبيستخدموا البروسيس ماتريكس. التلات أدوات اللي أنا قلتهم دول دلوقتي من أهم تلات أدوات وأساليب في شابتر الإمبروف. شرحنا امبارح البروسيس ماتريكس، هنشرح النهاردة إن شاء الله التري دايجرام. التري دايجرام ليها خطوات أساسية هنمشي عليها. الخطوات الأساسية دي يعني أي تري دايجرام هيتعمل بالطريقة اللي أنا هقولها دي. أي تري دايجرام هيتعمل زي ما قلنا كده طريقة أساسية في الفيش بول، وقلنا الست إيه الستة ميثود اللي إحنا كتبناهم في التمبليت بتاعت الفيش بول، فاكرين؟ طيب هنا هنقول برضو طريقة أساسية بنستخدمها لمخطط الشجرة. أول نقطة عندنا في طريقة الاستعمال، نضع عنوان للمشكلة أو الهدف الذي سوف يتم علاجه. الناس بقى تكتب معايا، الناس بقى تكتب معايا. أنا لما أقول الناس تكتب معايا تعرفوا إن دي مهمة، يعني دي هتستخدموها، دي ريفرنس ليك هترجع لها، تمام؟ يبقى ضع عنوان للمشكلة أو الهدف الذي سوف يتم علاجه. دي النقطة الأولى، ضع عنوان للمشكلة أو الهدف الذي سوف يتم علاجه. النقطة الثانية في مخطط الشجرة، فاكرين العصف الذهني اللي هو البرين ستورمينج؟ تمام، هنستخدم هنا أسلوب العصف الذهني. هنستخدم كفريق مع بعض اسلوب العصف الذهني لتحديد الفئات الفرعيه بطرح الاسئله. هقعد مع الناس بتوعي في الميتنج، الفريق اللي انا كريتته، واقول لهم يا جدعان انا عندي مشكله معينه عايزين نرسم لها التري دايجرام. طيب التري دايجرام عباره عن ايه؟ اول حاجه حطيت العنوان بتاع المشكله، من العنوان بتاع المشكله هيبتدي الاسئله تطرح على الفريق، وابتدي بقى اشغل اسلوب العصف الذهني اللي هو البرين ستورم. تمام، يبقى النقطه الثانيه عن طريق اسلوب العصف الذهني نقوم بتحديد الفئات الفرعيه بطرح الاسئله. طبعا طرح الاسئله على مين؟ على الفريق. انا ليدر الفريق، قاعد مع الناس اللي معايا اللي عايزه تنفذ المنهجية، وبقول لهم أنا عندي دلوقتي مشكلة عايزين نحسنها. طيب نعمل إيه؟ نرسم أسلوب إيه؟ مخطط الشجرة. طيب أسلوب مخطط الشجرة هنحط عنوان للمشكلة، بعد ما نحط العنوان للمشكلة هنبتدي نطرح الأسئلة على المشكلة دي ودون كل سؤال، وهقول لكم بنعمل إيه في الأسئلة وإزاي بنرسم الدياجرام بتاع التري دايجرام. طيب يبقى النقطة الثانية عندي عن طريق اسلوب العصف الذهني نقوم بتحديد الأهداف الفرعية بطرح الأسئلة. طيب النقطة الثالثة، نقوم بتفصيل الفئات الفرعية. طبعا الكلام ده كله هنعرفه لما هنيجي نرسم دلوقتي. نقوم بتفصيل الفئات الفرعية. فاكرين الفئات الفرعية بتاعت الفيش بول؟ كنا بنحط الست عوامل الرئيسية وبعد كده بنحط الفئات الفرعية بتاعتي اللي احنا كنا بنحددها على كل عامل من الستة. هنعمل هنا برضو الكلام ده في مخطط الشجرة، هنقوم بتفصيل الفئات الفرعية إلى مهام ومعلومات أكثر تفصيلا أو أسباب. يبقى النقطة الثانية بتاعتي نقوم بتفصيل الفئات الفرعية إلى مهام أو معلومات أكثر
تفصيلا او اسباب. يبقى نقول تاني، اول حاجه في طريقه الاستعمال هنحط عنوان للمشكله اللي عايزين نعالجها. تاني حاجه هنستخدم اسلوب العصف الذهني البرين ستورمنج عشان نحدد الفئات الفرعيه بطرح الاسئله. بعد كده هنفصل الفئات الفرعيه الى مهام ومعلومات اكثر تفصيلا او اسباب. النقطه الاخيره نقوم بعد ما نعمل الكلام دوت نراجع كتوتال بقى المخطط كتوتال كله عشان نعرف العلاقات الصحيحه بين السبب والنتيجه من خلال كل عنوان فرعي. يعني انا حطيت كل عنوان فرعي في الشجره، حللت كل عنوان فرعي، بقارن كل عنوان فرعي من العنوان الرئيسي بتاعه عشان نعرف العلاقه بين السبب والنتيجه. ازاي الكلام دوت؟ هقول لكم عليه دلوقتي. يبقى نقوم بمراجعه المخطط والتدقيق في العلاقات الصحيحه بين السبب والنتيجه من خلال كل عنوان فرع. هنبتدي بقى نيجي نرسم حاجه كده مبسطه قبل ما نخش في الكيس ستادي ونركز بقى كلنا مع بعض، عشان دلوقتي هبتدي ارسم اطبق الاربع حاجات اللي انا خدتهم في حالات الاستعمال. هنا اهو هرسم بقى وابتدي بقى ايه استعمل السمارت ارت اللي انا قلت لكم عليه، بلوكات، ونبتدي نكتب البلوكات والحاجات اللي احنا قلنا دايجرام التري دايجرام. يعني ما حدش يجي في الفاينل بروجكت يقوم كاتب لي الحاجات دي كده على الوورد والاكسل مش هبص عليها. اي حاجه اتفقنا اسمها دايجرام يبقى لازم اعمل ايه؟ الدايجرام. اعمل الدايجرام، وكلنا الحمد لله دلوقتي عارفين بنجيب الدايجرام منين وبنستعمله ازاي وبنشتغل بيه ازاي. يبقى انا اول حاجه هحط عنوان المشكله اهو، بلوك المشكله اهو، احط هنا ايه ايا كان بقى. لما هناخد في الكيس ستادي دلوقتي بعد ما هنشرح هنعرف بنعمله ازاي. يبقى انا اول خطوه اللي انا شرحتها ضع عنوان للمشكله. ادي المشكله اهي، هحط عنوانها هنا في بلوك لوحدي. الخطوه الثانيه انا هرسم بقى كل ايه الدايجرام مع بعض واقول لكم كل حاجه بتيجي ازاي. المشكله عندي طبعا لما هاجي اقول المشكله هطرح الاسئله. يا جدعان كتيم ورك قاعد معانا في الميتنج، المشكله ديت سببها ايه السبب بتاع المشكله؟ تولدت المشكله دي ازاي؟ كل ممبر قاعد هيقول هندسه والله المشكله ديت حصلت عشان سبب كذا كذا كذا. يبقى انا حطيت السبب الاول. واحد تاني هيقول لي والله يا هندسه المشكله ديت حصلت عشان كذا كذا، يبقى ده السبب الثاني. كل واحد من الاعضاء هيقول سبب هحطه، اكتب سبب اول سبب ثاني ايا كانت الاسئله والاسباب. دخلت السبب اللي هي الكوزز احط الكوزز في النتائج. مش هو بيقول لك علاقه ما بين السبب والنتيجه؟ هي في الاخر اللي هي النقطه الرابعه، نقوم بمراجعه المخطط والتدقيق في العلاقه الصحيحه بين السبب والنتيجه بتاعت السبب. يبقى انا اعمل هنا العنوان بتاع المشكله، النقطه الثانيه احط الاسباب بتاعت طرح السؤال، النقطة الثالثة أحط النتائج بتاعت السبب، أحط كذا بقى نتيجة. يعني واحد قال السبب كذا كذا، طب السبب دوت اتفرع منه نتيجتين ثلاثة أربعة، أقول نتائج السبب الأولاني، نتائج السبب، كل واحد قال نتيجة في السبب الأولاني أكتبها
من اعضاء التيم ورك بتوعي قال النتيجه مثلا المشكله ديت حصلت عشان السبب كذا 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 كذا، اكتب نتائج السبب الاول اللي قالها كذا كذا كذا، نتيجه نتيجه نتيجه، واقعد اعمل نفس الكلام في السبب الثاني. المشكله بيبقى فيها مثلا انا مدي هنا اكزامبل ايه، ثلاث اسباب، يبقى المشكله بحط الاسباب وبعد كده بشرح النتائج. طبعا الكلام ده من خلال ايه؟ من خلال العصف الذهني، من خلال طرح الاسئله على التيم وورك بتاع المنهجيه اللي انا كريتته في الاول، اعداد فريق لو تفتكروا. فبعد ما بعد بنعمل ميتنج مع الفريق بنيجي خلاص بقى، احنا خلاص بقى ايه، وصلنا للامبروف. طيب في مشكله عايزين نحسنها، عايزين نحسن فيها، تمام؟ فبعمل التري دايجرام، بكتب ايه في التري دايجرام؟ بكتب اسباب وبكتب نتائج، بكتب اسباب وبكتب نتائج. من ايه؟ من العصف الذهني، من خلال الميتنج اللي انا الناس اللي هي قاعده معايا في الميتنج، اعضاء الفريق كده. الناس فاهمه ولا اقول تاني؟ لو حد عنده سؤال في النقطه دي يسال، لو حد عنده سؤال قبل ما اخش في الكيس ستادي عشان المحاضره النهارده هتبقى طويله، حد عنده سؤال في النقطه دي يقول. تمام، يبقى انا كده اول حاجه بقول المشكله، بحطها في عنوان، بقول اسباب المشكله لاعداد لاعضاء الفريق اللي معايا، وبكتب الاسباب. الاسباب دي مثلا لو 100 سبب اكتبهم، اعمل دياجرام ل 100 سبب واحلل كل سبب اشوف النتائج بتاعته ايه، عشان اقارن ما بين السبب والنتيجه، وايه هعمل ايه، وايه الاجراءات اللي انا اعملها عشان احسن المشكله. لا، مخطط الشجره مختلف عن عظمه السماء. احنا خدنا العظمه دي في الانالايز، يعني هي في شابتر الانالايز، حتى المرجع بتاع الاي كيو اف شارح الفيش بون في الانالايز، والتري دايجرام شرحه في الامبروف. يعني هي كل حاجه بيبقى ليها ايه استخدام. هنا بنشتغل على الامبروف، يعني تمام. النتائج هي عباره عن الحلول التي السبب يؤدي ليها، صح. النتائج دي بتاعت السبب، ان السبب دوت حصل كذا نتج عنه ايه. يعني المشكله مثلا ان انا حطيت بنزين في العربيه مخلوط بميه، النتيجه دي السبب حصل ايه؟ ان العربيه ابتدت ايه، ترقص كده او تعمل رعشه كده. فهمني يا استاذ محمود، استاذ محمود محمد، النتائج دي اللي هي نتجت عن السبب، النتائج اللي نتجت عن السبب. السبب العربيه مثلا دلوقتي اللي ماشيه مش كويس او فيها حاجه بعد ما مونت العربيه، النتائج ايه؟ لا، لا اما عايزه صيانه، لا اما عايزه شده موتور، لا اما انا مونت ببنزين مخلوط بميه، ايا كانت المشكله نتائجها كده. انت متهيألي فهمت قصدي. وطبعا مخطط الشجره مختلف عن الفيش بون. الفيش بون بيتشرح في الانالايز، حتى في مرجع الاي كيو اف وهو شرحه في الانالايز. التري دايجرام، التري دايجرام في الامبروف، يعني الاسباب هنا مش هتبقى 5 ام. يعني ايه 5 ام؟ يعني يا استاذ احمد 5 ام؟ لا ده نسال، انت قصدك ايه 5 ام؟ بمعنى اخر ممكن استاذ صلاح، بمعنى اخر ممكن تكون العيوب الناتجه من سبب
المشكله. ايوه نفس المعنى ده استاذ صلاح قال معنى تاني، ان العيوب الناتجه دي من سبب المشكله. صح تمام. ايه الفرق بين نتيجه السبب لا 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 ما فيش الكلام ده يا استاذ احمد منصور. الايدي العامله والمواد والماكينات دي العوامل الاساسيه اللي كنا بنحطها في الفيش بورد، ما فيش الكلام ده هنا يا استاذ. الله ينور عليك، حته حلوه. لا الايدي العامله والمواد والماكينات دي بتبقى في الفيش بورد دياجرام، صح، من ضمن الست عوامل. لا هنا ما فيش فعلا 5 ام، هي 6 ام مش 5 ام، صح. هي انا قلت ايه 5 ام دي انا لا هم 6 ميثود مش 5 ميثود، تمام. طيب السؤال استاذ ايهاب، ال 5 ام لا هم المفروض يا استاذ ايهاب 6 ميثود. صح ايوه هم 6 ميثود، تمام يا استاذ احمد. خلاص لا مفيش هنا خالص يا استاذ احمد اي حاجه تخص ال 6 ميثود، لا دي حاجه ودي حاجه. الفيش بوند دياجرام حاجه والتري دياجرام حاجه، ده اسلوب وده اسلوب، ده اسلوب في الاناليز وده اسلوب في الامبروف، فما ما فيش وجه تشابه ما بينهم اصلا. يعني كنا بنحط هناك السكس ميثود الماتيريال والمان باور وال وال والمذر ناتشر ومش الحاجات دي كلها كنا ايه ليها حاجات، وده السبب والنتيجه. يعني هنا انا بحل المشكله من خلال السبب والنتيجه بس. تمام استاذ علي الفيش بون اعتقد ان البحث على اسباب المشكله اما بالظبط يا استاذ علي، بالظبط يا استاذ علي. يعني ما حدش يعني ايه يحاول يدخل الحاجات في بعضيها، كل اسلوب وليه حاجه، كل اسلوب بيتحط في ايه في الدماغ في شابتر. يعني ايه هي كده، هو كده المراجع كلها بالنسبه الاي كيو اف او الاي اس كيو بتقول الكلام ده، ان كل حاجه كل اسلوب بيتحط في شطر، وده لي حاجه وده لي حاجه، تمام. طيب زي ما استاذ علي نديم كاتب كده، هو فعلا ان الفيش بون البحث عن اسباب المشكله، اما هنا بندرس نتائج التحسين المعالجه. صح يا استاذ علي. استاذ تمام يا استاذ احمد، تمام تمام يا استاذ احمد، تمام. استاذ شريف آسر، هل ممكن ناخذ مثال؟ حاضر حاضر يا استاذ شريف. ايه ناخذ نتائج عظمة السمكة ونحطه هنا؟ لا ما ينفعش يا استاذ شريف، انا بحسب انت عايز مثال على التري دياجرام. لا ما ينفعش تاخد النتائج بتاع عظمة السمكة وتحطه هنا. عظمة السمكة انت بتحلل من خلال السكس ميثود، السكس ميثود فاكرهم؟ هنا هتحلل ازاي من السكس ميثود؟ انت عندك هنا اتنين ميثود بس، الكوز والإفكت، سبب ونتيجة، سبب ونتيجة المشكلة. فانت هنا ما عندكش السكس ميثود اللي احنا كنا بنكتبهم في العظم. تمام يا استاذ شريف معايا؟ استاذ شريف مش هينفع، مش هينفع تاخد النتائج بتاع عظمة السمكة وتحطها هنا. وهقول لك قصدي ايه دلوقتي لما ناخد الايه؟ الكيس ستادي. تمام؟ تمام انت كده قصدك، انت قصدك بتقول ان بعد التحليل هناخد نتائج نعمل بقى تحسين، ماشي صح. ايوه كده صح. ماشي. طيب نكمل بقى، نقول تاني نقول تاني، نخلي بس باقي الاسئله عشان ده احنا كفايه الفيمي علينا، ده الفيمي عايزه محاضره لوحديها. طيب يبقى نحط العنوان بتاع المشكله ونحط الاسباب بتاعه المشكله ونحط النتائج اللي نتجت عن السبب. خلاص كده؟ طبعا الاعداد هنا اللي انا كاتبها دي 1 2 يعني ايا كانت الاسباب.
ولعلى ايا كانت النتائج بحط لكل سبب النتائج بتاعته، يعني ممكن السبب الاولاني يكون فيه 10 نتائج، فانا بعمل 10 فروع حسب الشجره بقى. الشجره دي هيبقى شكلها ايه في النهايه؟ ده مثال مبسط للشجره، ده مثال مبسط للتري ديجرام. لا برضه ما ينفعش الفايف واي، الفايف واي نحطها يعني يعني بص يا استاذ احمد، يعني هو كل اسلوب وليه حاجه. الفايف واي دي لسه هندرسها، هي مش اسمها بقى فايف واي هنا في الامبروف، هتبقى فايف واي اند تو هاو، وهقول لك بتتعمل ازاي. اصبر بس، اصبر على ربع ساعه وهنخش فيها ان شاء الله. تمام تمام طيب هناخد بقى هنا كيس ستادي على التري ديجرام. انا عندي هنا كيس ستادي لماتش تنس اتكنسل، الغاء مباراه ماتش تنس، الغاء مباراه ماتش تنس، كنسل بلينك تنس. دي المشكله، يبقى لازم احط عنوان للمشكله. انا عندي ماتش تنس هيتلعب احتمال يتلغي، فدي مشكلة. ناس مستنظرة الماتش ده، طب هيكنسلوه ليه؟ هيتلغي ليه؟ إلغاء المباراة ليه؟ أكيد في أسباب، والأسباب تولد نتائج، صح؟ فهنشوف مع بعض. الماتش دوت هيتلغي عشان الويزر، الويزر في رن. طيب الرن دوت مدي نسبة ليه، والنو رن مدي نسبة ليه، اللي هي الأربعة من عشرة والستة من عشرة، يعني 40% و60%، بس هو هنا حاططها من عشرة يعني. طيب لو نسبة المطرة 40%، لو نسبة المطر 40%، لو النسبة 40% المباراة قصدي هتتلغي بنسبة 40%، هيبقى عشان الدنيا بتمطر. كل الناس بقى تركز معايا عشان الكيس ستادي هتفهمكم التري ديجرام. انا جايب مثال سهل، المثال ده سهل، ده في امثله بتبقى اصعب من كده، فكل واحد طبعا في مجال عمله لما يجي يعمل الفاينل بروجكت هيشوف مشكله عنده في شغله ويبتدي يحللها بالطريقه دي. كل الناس معايا، تفاعلوا معايا من طريق الشات عشان الكيس ستادي دي مهمه جدا. كل الناس معايا؟ طيب تمام تمام يبقى انا عندي ايه؟ ضع عنوان للمشكله، المشكله اللي عندي ايه؟ الكانسل بلاينج تنس، مشكله الغاء ماتش التنس. طب ماتش التنس ده هيتلغي بنسبة 40% لو الدنيا بتمطر. طيب لو بنسبة 60% نو رن، يعني لو الدنيا ما مطرتش بنسبة 60% احتمال ما يتلغيش. طب هنيجي نحلل الرن والنو رن، يبقى انا كده ايه؟ حللت الماتش بنسبة ال 40% وال 60%، ادي نسبة ايه؟ ال 100% بتوعها، صح؟ طيب هنيجي بقى نحلل الويزر، هنيجي نحلل الويزر. طب لو الدنيا مطرت، لو الدنيا مطرت بنسبة 5%، لا الماتش هيتلعب، ماتش التنس هيتلعب. يعني لو احتمال ضئيل اللي الدنيا مطرت بنسبة 5%، 5%، يعني احتمال المطرة قليل قوي، لا يبقى كده ايه؟ يس الماتش هيتلعب. لو احتمال المطرة قليل، طب لو احتمال المطرة الرن عالي كبير 95%، يبقى نو مش هيتلعب. كده الناس فاهمه معايا الحته دي؟ الناس فاهمه معايا الحته دي؟ ارجوكم تفاعلوا معايا عن طريق الشات، عشان لو كده
اشرحها تاني. الكيس ستادي ده مهم جدا، بيفهم الشغل، الحاجات اللي احنا بنقولها نظري والحاجات اللي احنا عملناها في الدياجرام. فاهمين؟ طيب اللي مش فاهم اكتب لي مش فاهم. النسب دي بتتحقق على اساس العصف الذهني. يا استاذ شريف، استاذ شريف، التري دياجرام اسلوبه الاساسي العصف الذهني. تمام يا استاذ شريف؟ انا بقعد من خلال الفريق اللي انا مكريته باجتماع. طبعا هيبقى دي لجنه الحكام، يا جدعان احنا هنلغي الماتش ولا لا؟ ففي حكم هيقول لك ايه، او في واحد مسؤول في جهاز الرياضه هيقول لك ليه؟ لا احنا الماتش لو الدنيا مطرت بنسبه كذا اكتب، لو الدنيا ما مطرتش بنسبه كذا هنلعب. ايوه، يعني لو المطره بنسبه 95% هنلعب مش هنلعب؟ صح يا استاذ احمد، عليك استاذ احمد منصور اهو شرحها. يعني لو المطره مطرت بنسبه 95% يبقى الماتش ده يتلعب. تمام، يبقى نعيد تاني الحته دي. انا عندي بحلل مشكله الغاء ماتش التنس، بقعد مع الفريق اللي هو مسؤول وبقول لهم انا عندي دلوقتي الدنيا فيها مطره او ما فيهاش مطره. طيب لو الاحتمال بتاعي ال 40% فيهم مطره، لو الاحتمال بتاع ال 60% ما فيهوش مطره، خلاص يبقى ده الوزر، يبقى ده السبب المطره وما فيش مطره، احط نسبه كل واحده فيهم. تمام؟ طيب بحلل الوزر بقى اللي هو ايه السبب الاساسي في الغاء الماتش، او ايه اللي هيكون في الغاء الماتش، او مش هي... او الماتش هيتلعب، لا اما يتلغي لا اما يتلعب. طب لما اجي احلل الرن، الرن عندي احتمالين، نسبه المطره قليل ونسبه المطره عالي. لو نسبه المطره قليله زي ال 95% الماتش هيتلعب، لو نسبه المطره عاليه بنسبه 95% يبقى الماتش مش هيتلعب. شفت انت بتحلل ازاي التري دياجرام؟ بتحلل عن طريق العصف الذهني، انت بتشغل دماغك انت والناس اللي قاعدين معاك وبتحلل سبب المشكله. تمام يا استاذ شريف، كده انت فهمت. تمام ماشي، انت بتحلل سبب المشكله وبتشوف النتائج من المشكله. انا شفت كده ان الماتش هيتلعب نتيجه ايه؟ الرن نسبته قليله. طب الماتش مش هيتلعب نتيجة ايه؟ اللي الدنيا هتمطر بنسبة كبيرة 95%. حلو الكلام؟ كده الناس فهمت؟ طب انا ده سبب الرن، ده السبب الاولاني انه رن. ايه المحصلة بعد التحليل ده يا هندسة؟ اللي انت هتعرف الروت كوز، المشكلة عندك فين؟ الماتش هيتلغي عشان خاطر الدنيا بتمطر بنسبه كذا. استاذ حسام عبد الله، استاذ حسام، التحليل دوت بنستخدمه عشان بتعرف الروت كوز، السبب الجذري اللي انت هتحل عليه. طب انت ممكن تخليهم يلعبوا في ملعب مغطى. لو خلاص ده ماتش لازم يتلعب، يبقى انا ادخل الفريق ده في ملعب مش مكشوف بحيث يلعبوا الماتش. فاهم؟ فهمت يا استاذ حسام؟ انت هنا بتعرف من خلال التحليل بتاع التري دياجرام الروت كوز السبب والنتيجه ايه. تمام؟ تمام. طيب استاذ علي نديم، نسبه احتماليه حصول المطر 40%. ايوه ده يعني الماتش هيتكنسل بنسبه 40% او هيتلعب بنسبه 60%. تمام. اما نسب ال 5% هي احتماليه النتيجه. الله ينور عليك يا استاذ علي. صح، هو ده يعني هو ده المقصود من الموضوع. تمام. طيب نرجع لتاني مرجوعنا. خلاص، يبقى انا كده حللت النتيجه بتاعت السبب الاولاني في المشكله اللي هي المطره. طب السبب الثاني لو مفيش مطره، لو مفيش مطره، طب لو مفيش مطره بنسبه 90%، لو مفيش مطره بنسبه 90% يبقى الماتش هيتلعب. طيب لو مفيش مطره بنسبه 1 من 10،
يبقى الماتش مش هيتلعب. يبقى انا بعد ما حللت الرن حللت النو تو رن، النو رن، يعني انا حللت الرن وحللت النو رن. معايا بحلل كل سبب لوحده وبشوف النتيجه بتاعته هتحدفني على فين. طيب انا هقول سؤال دلوقتي وعايز الناس، انا هشوف الناس مركزه معايا ولا لا، هعرف بقى اذا كانت الناس فهمت من السؤال ده ولا لا. ماشي اللي انا هقوله، وارجو كل الناس تديني اجابه عشان تديني انديكيشن ان انتوا فهمتوا ولا لا التري دياجرام قبل ما انقل على حاجه جديده، على اسلوب جديد. انا النسب دي جبتها منين؟ النسب اللي انا حاططها دي جبتها منين؟ ال 40% وال 60% وال 1 من 10 وال 2 من 10 من الارصاد. يا استاذ رئيس الارصاد انا ضحكت والله. لا انا عايز اعرف حضرتك بتهزري ولا بتتكلمي جد يعني؟ الارصاد بتدي نسب برضه، هي ممكن فعلا من الارصاد بس يعني هي كل الناس اهو. نشوف الناس اللي جاوبت. استاذ علي نديم من العصف الذهني الله ينور، الله ينور. استاذ محمد من العصف الذهني الله ينور، استاذ محمود من العصف الذهني الله ينور، استاذ احمد منصور العصف الذهني الله ينور، استاذ شريف من ارصاد برضو، استاذ اشرف من العصف الذهني الله ينور، العصف الذهني. كل الناس قالت من العصف الذهني. يا استاذه مايسه بصي، هو حضرتك انا طبعا بنشوف الارصاد ومتاكد، بس افرض الدنيا بتمطر والناس اللي هي انا قاعد معاها المسؤولين عايزين يلعبوا الماتش رغم ان الدنيا فيها سيول، مين اللي هياخد القرار؟ الارصاد ولا المسؤولين من خلال الاسلوب بتاع العصف الذهني؟ عايزك تجاوب معايا بس. ولا احمد سالم الله ينور، بس حضرتك جابت العصف ازاي؟ هو انا مش قصدي هنا، انا هبص على النشره بتاعت النشره الجويه، ما كل الناس عارفه ان الدنيا هتمطر، بس انا عايز اوصل لنتيجه الدنيا هتمطر، بس انا هلعب الماتش ده ولا لا؟ لان ممكن من خلال حتى لو الناس قالت ان الدنيا هتمطر انا هلعب الماتش ازاي؟ اللي انا عن طريق اللي انا بدل ما هلعب في استاد مكشوف هلعب في مغطى، هنقل الماتش ارحله الغي ميعاده ليوم تاني. خدت بالك؟ هستنى لغايه لما الدنيا تخلص مطره، المطره مثلا هتمطر ساعه واثنين ثلاثه، خدت بالك؟ وهاجل ميعاد الماتش، بدل ما هو الصبح هيبقى العصر، هيبقى الظهر، هيبقى بالليل. فهمتيني كده؟ فالهدف من الموضوع هو العصف الذهني، اللي انا اشغل المعلومات اللي انا خدتها مثلا من الارصاد، في مطر النهارده، بس انا دلوقتي بشغل المسؤولين بقى اللي معايا، التيم ورك المسؤول. ماشي؟ تمام. خلاص يعني كده 95% من الناس فاهمه التري دايجرام، الحمد لله. يعني كل الناس جاوبت صح خلاص يعني. تمام؟ طيب يبقى احنا عرفنا الكيس ستادي بتاع التري دايجرام، وخدنا مثال بسيط عن ماتش تنس، وحللنا الاسباب في الغاء الماتش ده او لعبه. هنقول الوزر لو الدنيا مطرت او ما مطرتش، وبنحلل لو الدنيا مطرت كام في الميه، ولو ما مطرتش كام في الميه، امتى هلعب وامتى ما العبش والكلام دوت. ومتهيألي الحمد لله كل الناس فهمت الاسلوب ده، والاسلوب ده مهم جدا جدا جدا. التري دايجرام لو حضراتكم فتحتوا المرجع في الاي كيو اف هتلاقيه برضه ايه شارح الكلام ده، شارح الكلام ده. تمام؟ طيب نبتدي بقى نخش على الاكشن بلان
مخطط الشجره مع مصفوفه التخطيط. لسه الاكشن بلان بعد الموضوع. يعني شاف الاكشن بلان دلوقتي. هو المرجع اسمه ايه؟ المرجع موجود، مرجع استاذ محمد ناصر هتلاقيه على الجروب، انا مش هيره، كل الناس مش هيراه، مرجع السكس سيجما اللي بيستخدم في الاي كيو اف الانترناشونال كواليتي فيدريشن، هتلاقي حضرتك انا مشيره من قيمه شهر يعني، وكل الناس بتشير بعديها، وبعد المحاضره انزله فيه. تمام؟ تمام حاضر، هبعته لك يا استاذ محمد. حاضر، خلص بس النهارده على خير المحاضره دي، يعني ارجو اللي حضراتكم ايه تركزوا معايا جدا، لان ده مطلوب منكم اللي انتوا تحطوا لي اسلوب في الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت بتاعكم مطلوب تحطوا لي اسلوب، لا اما البروسيس ماتريكس، لا اما التري دايجرام، لا اما هتحطوا لي الاكشن بلان 5 واي اند 2 هاو، لا اما الفيميا. هذه الاربع اساليب اهو، وفي اسلوب هاخده تاني بس يعتبر مع التري دايجرام. انا بدخل التري دايجرام مع حاجه اسمها مصفوفه التخطيط، هنشرحها دلوقتي حالا اهي. مخطط الشجره مع مصفوفه التخطيط، التري دايجرام ويز بلاننج ماتريكس. التري دايجرام ويز بلاننج ماتريكس، انا هحط المصفوفه مع الشجره اللي انا لسه شارحها. ازاي يعني؟ انا اقول مين اللي مسؤول ومتى يتم التنفيذ، بس هم خانتين كده ثابتين كده هتحطوهم، الموضوع سهل يعني. متى يجب الانتهاء، مين اللي مسؤول عن التنفيذ عن الموضوع دوت، ومتى يجب الانتهاء من التنفيذ. ايه يا باشمهندس اسامه اللي بتقوله دوت؟ انا هقوله دلوقتي اهوت. هنرسم ال ايه؟ تحليل استخدام الشجره في الكيس ستادي العمليه في المثال. يعني انا اديت كيس ستادي على التري دايجرام. انت حضرتك لسه داخل معايا يا استاذ احمد، شرحت التري دايجرام بتتعمل ازاي، حطيت اسباب وبعد كده النتائج بتاعت السبب، وبعد كده اديت كيس ستادي على ماتش التنس هيتلعب ولا مش هيتلعب. تمام يا استاذ احمد؟ استاذ احمد انت حضرتك لسه داخل معايا اونلاين؟ طيب نكمل. هاخد التري دايجرام واقوم ضايف ليها خانتين كده بنسميهم البلاننج ماتريكس. ايه هو البلاننج ماتريكس؟ اي بلان في الدنيا، مين بينفذ، متى يتم الانتهاء، صح؟ مين اللي مسؤول، ماشي، الريسورس بتاعتك مين، والسكيدول ايه. فهنعمل الحاجه الظريفه دي، ادي ايه برضو المشكله عدتها تاني، والسبب والنتائج والقصه دي اللي انا لسه شارحها من الاول، واقوم ضايف ليها دي. الجدول المصفوف اللي انا عامله على الجنب ده اللي هو البلاننج ماتريكس، بدخل البلاننج ماتريكس، بعمل اد للتري دايجرام باي بلاننج ماتريكس، يعني بضيف حاجتين، من ومتى، من ومتى، مين اللي مسؤول عن التنفيذ في نتيجة السبب الأولاني، ومتى يجب الانتهاء عن التنفيذ لنتيجة السبب الأولاني، وهكذا. اكتب هنا واكتب هنا. الناس فاهمة الموضوع ده؟ الناس فاهمة الموضوع ده؟ ولا ايده تاني قبل ما اخش على الاكشن بلان؟ الموضوع ده سهل قوي، الموضوع ده سهل قوي. طب عيده تاني، عيده تاني. انا بعمل حاجه عشان تضيف، بعمل اد للتري دايجرام باي ويز بلاننج ماتريكس. يعني ايه؟ انا بحط التري دايجرام زي ما هي، زي ما شرحتها، السبب ونتيجه السبب، ماشي، وبقوم ضايف اتنين كولم كده على جنب بسميه البلاننج ماتريكس. بعمل مصفوف التخطيط، اي مصفوف التخطيط في الدنيا، مين بيعملها ومتى بيجب، متى يجب الانتهاء من التنفيذ، اللي هو السكيدول بتاعي. انا بعمل المسؤول
بحط اسمه، المسؤول بحط اسمه، او مين اللي مسؤول عن تنفيذ النتيجه عشان اجي اكلمه بعد كده، يعني اجي اساله بعد كده عن الموضوع. طيب وهيخلص تنفيذ النتيجه امتى؟ ده اللي سهله يعني. تمام كده كل الناس تمام. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. بعمل حاجه اسمها بلاننج ماتريكس مع التري دياجرام اللي انا شرحتها، وبضم الاثنين على بعض، يعني بضمهم، بعمل اد للتري دياجرام والبلاننج ماتريكس، يبقوا الاثنين حاجه واحده، بيسموها مخطط الشجره مع مصفوفه التخطيط. تمام. طيب هل اي حد مش فاهم الكلام ده؟ ممكن نطبقها على المقال السابق. ماتش التنس هنيجي نقول مين اللي مسؤول عن تنفيذ السبب، نتيجه السبب ده، هنقول الفلاني الفلاني، التيم ورك، الراجل الحكم الفلاني الفلاني، او المسؤول بتاع اسمه ايه، حط اسمه. طيب هينفذه امتى؟ يجب الانتهاء من التنفيذ امتى؟ الصبح، يعني هنلعب الماتش ده الصبح، الظهر، بكره، بعده، نحط ايه؟ الميعاد. خدت بالك؟ طيب كده كل الناس فاهمه، هو موضوع سهل يعني. هنخش بقى على حاجه مهمه قوي بنسميها الاكشن بلان. الاكشن بلان اللي هي الفايف واي اند تو هاو. فاكرين الفايف واي اللي احنا خدناها في من اساليب الانالايز؟ هناخدها تاني بس هندخل معاها اسلوب اسمه ايه؟ التو هاو. التو هاو. طيب كل الناس بقى تركز معايا عشان ده الاداه اللي بعد التري دياجرام. يبقى احنا كده شرحنا البروسيس ماتريكس، شرحنا التري دياجرام ماشي، ودخلنا معاها مصفوفه التخطيط البلاننج ماتريكس ماشي. انا بعتبر ان مصفوفه التري دياجرام ويز بلاننج ماتريكس اداه واحده. اللي هعمله هنا اعمله هنا، بعتبرهم اداه واحده. طيب هناخد بقى الاداه الثالثه معانا النهارده اللي هي الاكشن بلان. الاكشن بلان اللي هي الفايف واي اند تو هاو. طيب ندي تعريف، كل الناس تكتبه معايا. تعريف الاكشن بلان واي فاي اند تو هاو هي طريقة لتبسيط الإرشادات المتضمنة في كل مرحلة من مراحل خطة العمل التي تقترحها. يا ريت كل الناس تقفل الميكروفونات بعد إذنكم عشان في صوت. نقول تاني الاكشن بلان الفايف واي اند تو هاو هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل التي تقترحها. اهي ادي التعريف. يبقى اكشن بلان خطه العمل الفايف واي اند تو هاو هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل المقترح. طب ايه الكلام ده يا باشمهندس اسامه؟ هنعمل ايه في الكلام ده يعني؟ اقول لك تعمل ايه الكلام ده ازاي. شايفين الجدول اللي انا كاتبه ده؟ ده بيلخص كل حاجه، انا بيلخص التعريف ده. ادي الفايف و فايف واي اهي. وات، عد معايا، وات، هو، وين، وير، واي. ادي الخمسه واي اهو. تمام؟ والتو هاو، هاو وهاو ماتش.
انتوا سامعيني كده؟ سامعيني؟ الصوت واضح؟ طب هو الصوت واضح من الأول لما بدأنا المحاضرة ولا لأ؟ كان صوتي واضح من أول لما بدأنا المحاضرة ولا كان قاطع في جزء؟ واضح من الأول؟ طب الحمد لله. ماشي. ماشي. الصوت تمام من الأول يعني. طيب هناخد، طيب ماشي، أشكركم جميعا. قطع ورجع بسرعة. قطع قد إيه يعني؟ الصوت قطع قد إيه؟ أستاذ محمود محمد الصوت قطع قد إيه؟ كملش حاجة؟ أقل من دقيقة. طيب شكرا. هنقول إن خطة العمل بتاعتي بتاعت الفايف واي أند تو هاو هي طريقة لتبسيط الإرشادات المتضمنة في كل مرحلة من مراحل خطة العمل المقترح. هسأل 5 أسئلة بتبدأ بواي. وات، هو، وين، وير، واي. وبعد كده هسأل سؤالين بالهاو، هاو وهاو ماتش. طيب بالوات هقول وات ويل بي دان، وات ويل بي دان. ماشي. الهو هو ويل دان، الوين وين ويل ات بي دان، وير وير ات ويل بي دان، واي واي از ات دان، هاو هاو ويل ات بي دان، هاو ماتش هاو ماتش ويل كوست. تمام؟ تمام. طيب هنعرف ايه اللي انا كاتبه ده وهنستخدمه ازاي في خطه العمل اللي انا عايز اعمل لها امبروف. يبقى احنا فهمنا الكلام دوت. ده خلي بالك دي رسمه عاديه، انا لسه ماديه ما شرحتش في خطه البناء حاجه. هقول لك تشرحها ازاي. يعني انا كاتب ايه الحاجات دي كده بالانجلش، هقولها لكم بالعربي دلوقتي وهتفهموها بالعربي وهترجم لكم كل حاجه دلوقتي. طيب هنشوف خطه العمل. الاكشن بلان 5 واي اند 2 ها. هنعمل الجدول اللي انتم شايفينه ده. كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ كل الناس تركز معايا. الجدول ده مهم جدا. هي دي الخطه، هي دي خطه الاجراء اللي انا اعملها او خطه العمل بتاعي. تمام؟ في الاسلوب ده، في اسلوب الفايف واي اند تو هاو. يبقى احنا كده خدنا في الامبروف كام اسلوب لغايه دلوقتي؟ 3: البروسيس ماتريكس، التري دايجرام، الاكشن بلان 5 واي اند 2 هاو. التري دايجرام عملنا عليها اد لايه؟ للبلاننج ماتريكس. من المسؤول ومتى التنفيذ؟ الاكشن بلان الفايف واي والتو هاو. هنبتدي نشرح الاسلوب بتاع الاكشن بلان اند فايف واي اند تو هاو. بنكتب الحالة اللي احنا عايزين نسأل عليها ولتكن التنفيذ. انا بكتب هنا السبب الجذري. السبب الجذري، السبب الجذري روت كوز كل الأسئلة دي. واشوف الدنيا هتوصلني ليه. طيب يبقى الحالة اللي انا هسأل عليها اسمها التنفيذ. طيب وين، متى؟ متى يجب الانتهاء من التنفيذ؟ طبعا هحط نتيجة. انا من خلال العصف الذهني بقى يا جدعان احنا هنسال 5 أسئلة بايه؟ بالواي اللي بتبدا بالواي. ماشي، ونشوف الدنيا معانا ايه. انا هسال احنا هنخلص امتى التنفيذ؟ متى يجب الانتهاء من التنفيذ؟ كل واحد من خلال التيم ورك اللي معايا هيقول لي انا هخلص التنفيذ امتى. اللي هيقول يومين، واللي هيقول اسبوع، واللي هيقول شهر، واللي هيقول سنه. اكتب اكتب المواعيد. طيب هاو ماتش،
كم ستكون تكلفة التنفيذ؟ كل واحد في العصف شغل اسلوب العصف الزياني في التيم وورك هيقول التكلفة، والله انا بفرض ان التنفيذ دوت هيتكلف كذا، والله التكليف دوت هيتكلف مليون، والله التنفيذ دوت هيتكلف واكتب التكلفة لكل واحد اقترح وقال ان تكلفة التنفيذ هتبقى كذا. انتوا فاهمين معايا حضراتكم ولا لا؟ لو ممكن اعيد تاني، انا خدت وين، متى يجب الانتهاء من التنفيذ، وهاو ماتش. انتوا كده فاهمين؟ فاهمين الاسلوب بيتحط فيه ايه وبسأل ايه طب اللي مش فاهم يكتب لي على الشات، انا مش فاهم اعيد تاني. تمام؟ يبقى انا بعمل الاكشن بلان عن طريق خمس اسئله بتبدا بالواي وسؤالين بيبداوا بالهام. طب الحاجه اللي انا هسال عليها ولتكن انا فرضتها هنا التنفيذ. طيب اجي احط سؤال متى وين، متى يجب الانتهاء من التنفيذ، كله هيجاوب ويقول السؤال، انا هكتب الاجابات بتاعت التيم وورك وهعرف بعد كده الدنيا ايه. طب احط السؤال اللي جاي التاني، هاو ماتش، كم ستكون تكلفه التنفيذ، كل واحد من التيم وورك اللي معايا يقول تكلفه التنفيذ كذا، اكتب التكلفه لكل واحد. انا تمام، ارجو حضراتكم تقفلوا الميكروفونات بس. من المسؤول عن التنفيذ، بكتب اللي مسؤول عن التنفيذ، اين وير اين سيتم تنفيذها. من ارجو من حضراتكم تقفلوا الميكروفون عشان في اصوات. من المسؤول عن تنفيذها، اين وير اين سيتم تنفيذها، هاو كيف سيتم تنفيذها، واي لماذا يوصى بهذه الاجراءات اللي هي اجراءات التنفيذ، ماذا وات، ما هي الاجراءات التي سيتم تنفيذها. تمام، اقول تاني الاكشن بلان الفايف واي اند تو هاو، انا بدي الحاله اللي انا هتكلم فيها من خلال العصف الذهني، من خلال الميتنج اللي انا عامله مع التيم وورك اللي هينفذ المنهجيه وهيعمل تحسين معايا. فبسال سؤال عن حاله التنفيذ، وين، متى يجب الانتهاء، بجاوب الناس كلها بتجاوب بكتب اجاباته، وهاو ماتش كله بيجاوب بكتب اجاباته، ومن وهاو واي وات، كل الناس بتكتب الايه، بتقول الاجابه من خلال التيم وورك، وانا بكتب الاجابات بدونها. وبعد ما بكتب كل السبع اسئله دول بيبتدي نعمل ميتنج للاجابات بقى من خلال برضه العصف الذهني. طب التكلفة كام؟ طب هنختار ايه؟ طب الوقت قد ايه؟ طب اين فين هنعمل؟ طب لماذا؟ ايه التوصيات؟ طب ايه الاجراءات؟ ونبتدي نحلل الاجابات. من خلال مين؟ العصف الذهني. ومن خلال مين؟ التيم وورك اللي احنا كريتناه في اول المشروع. تمام؟ قد كيس ستادي وهنشوف الدنيا فيها ايه. كيس ستادي على الفايف واي اند تو هاو، كل الناس معايا؟ طيب كل الناس معايا؟ الصوت واضح والكاميرا واضحة؟ الصوت واضح والكاميرا واضحة؟ لا مش أستاذ أشرف فتحي، مش لازم الترتيب يا أستاذ أشرف،
حط اللي انت عايزه، المهم تحط السبع اساليب ماشي، السبع ادوات، تحط الفايف واي والتو هاو. عايز تخلي الواي الاول، عايز تخلي الهاو الاول، عايز تخلي دي هنا دي هنا، مفيش مشكله. الدنيا ايه؟ مفيش ترتيب، المهم تستخدم الاسلوب. المهم تستخدم الاسلوب، تحط الفايف واي وتحط التو هاو. دي فين؟ دي منين؟ دي جت امتى؟ دي في النص، دي في الاول، دي في الاخر، مش فارق. ده سؤال بيتسأل، فمش هيفرق بقى في الاول في النص في الاخر، يعني المهم اجابه السؤال. تمام؟ يعني الترتيب هنا مش مهم. طيب هنحط ايه؟ السبع اسئله بتوعي. في الوات، وات ويل بي دون، واي ويل ات بي دون، وير ويل ات بي دون، وين ويل ات بي دون، باي هو ويل ات بي دون، هاو ويل ات بي دون، هاو ماتش ويل ات كوست تو ميك. ونبتدي نجاوب، نبتدي نجاوب. السؤال الاولاني بيقول وات ويل بي دون، اجاوب اقول الاكشن، الستبس، الديسكريبشن، الحاجات اللي هي ايه، الاجراءات، الخطوات، الديسكريبشن اللي هي التوصيف. خدت بالك؟ خش على السؤال الثاني، واي ويل ات بي دون، الجاستيفيكيشن والريسون. الجاستيفيكيشن اللي هي التبريرات او شرح التفسير، الريسون اللي هو السبب. خدت بالكم؟ طيب الوير ويل ات بي دون، اللوكيشن، المكان، انا هنفذ فين، بتحط له اللوكيشن بتاعك. طيب الوين ويل ات بي دون، التايم، الديت، الديدلاين. ماشي. الباي، هاو ويل ات بي دون، مين اللي هينفذ، الريسبونسبل فور اكشن، المسؤول عن ايه، الاجراء، الريسبونسبل فور اكشن. طيب هاو ويل ات بي دون، الميثود والبروسيس. هاو ماتش ات كوست تو ميك، هيبقى الكوست اند الاكسبنسز انفولفد. الاكسبنسز انفولفد اللي هي المصاريف العينيه، المصاريف العينيه او التكلفه. فهمتوا ازاي بطبق ال تو هاو اند الفايف واي اند تو هاو؟ حد عايز يسال سؤال في الكيس ستادي دي؟ انت بتسال سؤال وبتجاوبه، بتجاوبه من خلال ايه؟ العصف الذهني، ومن خلال التيم وورك اللي معاك. انت مش هتسال نفسك وترد على نفسك، ما هو انت لازم في تيم معاك تسال، وكل واحد بيجاوب، وتكتب كل الاجابات اللي التيم وورك بيقولها، وتكتب كل الاجابات اللي التيم وورك بيقولها. قبل ما اخش في الفيميا، عشان الفيميا حاجه يعني وهم، الفيميا بقى يعني فيها شغل بجد، فيها شغل بجد، يعني هي تعتبر اصعب اسلوب في الامبروف. ففي اي سؤال شريف، استاذ شريف اسر، تمام، بس محتاجين مثال اوضح بارقام او خطوات، زي ما هو ده، ما هو ما فيش هنا تريد اجرام يا استاذ شريف. استاذ شريف هو جدول بيتكتب، انت بتسال اسئله، هو ده الكيس ستادي، هي خطه العمل جدول، مفيش طريق، مفيش حاجه بلوكات، يعني هو بتعمل بلوكات كده وبتعمل جدول، هي دي خطه العمل. تمام يا استاذ شريف؟ خطه العمل بتحط الاسئله واجابتها بس، هي دي، مفيش طريق بقى، ولا زي مثال التنس حضرتك، هو جدول بتحط فيه الاسئله وبتجاوب الاسئله بس. لو اخترته في الفاينل بروجكت هتعمل كده، هتعمل لي جدول من خلال الاسئله اللي عندك وتجاوب عليها، وتجاوب عليها بس، هي دي الكيس ستادي بتاع الفايف هاو اند تو. مش احنا قلنا هي طريقه لتبسيط الارشادات؟ التعريف بتاعها ايه؟ هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل المقترح. انت بتبسط بس ايه المفهوم عند الناس بيها، يعني خطه، بتعمل خطه، بتعمل خطه بتمشي عليها. الخطه دي مكونه من سبع اسئله، السبع اسئله دول انت بتحط السؤال وبتجاوبه. تمام كده يا استاذ شريف؟ وضحت؟ تمام.
فهنخش بقى يعني كده، احنا شرحنا 3 اساليب اللي هم البروسيس ماتريكس امبارح، وشرحنا النهارده التري دياجرام، ودخلنا معاها البلاننج ماتريكس، وشرحنا ازاي بنعمل خطه عمل في دماغنا كده، جدول كده بسيط بنسال فيه شويه اسئله. الاسئله دي مكونه من 5 واي اند 2 هاو. وبعد ما بنعمل خطه العمل دي يبقى احنا كده ايه، خلصنا الاسلوب ده وخدنا عليها كيس ستادي. هو دلوقتي هنخش بقى على حاجه مهمه جدا، اهم حاجه عندنا النهارده، اللي هي الفيميا، الفيلير مود اند افكت اناليسيس. مين يعرف هنا؟ مين اللي يعني، انا عايز اسال سؤال، مين هنا اللي استخدم الفيميا في شغله؟ في حد معايا النهارده اونلاين استخدم الفيميا في شغله؟ او يعرف حاجه عن الفيميا؟ ماشي، استخدمتها يا استاذ محمود في مجال الصناعه بتاعت السيارات. تمام، طب في حد تاني غير الاستاذ محمود محمد يعرف ايه الفيميا؟ استاذ شريف اسر من زمان عندك خلفيه يعني. تمام، استاذ محمود محمد اللي عمل مشاريع جديده. تمام، بس مفيش حد تاني يعرف حاجه عن الفيميا؟ الفيميا بتعتبر اسلوب مهم جدا بيستخدموه في الصيانه، مهم جدا جدا جدا. الناس اللي شغاله صيانه وشغاله في البرودكشن، شغاله في الجوده، يعني بيستخدم في العمليات الصناعيه، يعني يعتبر ما بيستخدمش في الخدميات. تمام، طيب هقول لكم دلوقتي، خلاص ماشي. تمام، انا هقول لكم الفيميا دي عباره عن ايه، بس كل الناس بقى تركز معايا عشان الفيميا فيها شغل جامد قوي. وانا هقول الفيميا النهارده، انا عايز دلوقتي من اللحظه اللي انا هتكلم فيها كل الناس تكتب ورايا، لان الكلام ده بجد مش هتلاقوه في كتب، مش يعني الكلام اللي انا اقوله ده، ده انا مجمعه من كتب، يعني من الاي كيو اف واخد شويه، ومن الامبروف بالنسبه لمراجع تانية زي الكايزن وزي الحاجات واخد شويه. فاللي انا بقوله دوت ملخص 3 كتب، يعني اللي انا هشرحه في الفيميا ملخص الفيميا من 3 كتب. الناس اللي كانت بتسال امبارح على البي دي اف، فالناس كلها تكتب ورايا الفيميا. تمام، كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ انا هشرح الفيميا بالعربي وبالانجليزي، يعني انجليش وعربي، اقول انجليش وعربي. كل الناس تمام معايا؟ تمام، كل الناس بقى تركز معايا عشان دي تعتبر اصعب حاجه في الامبروف. كل الناس تركز معايا عشان الفيميا تعتبر اصعب حاجه في الامبروف، اصعب اسلوب في الامبروف، وبتلخف الناس كتير، وبتلخف الناس كتير، وفيها عصف ذهني برضه. طيب هنقول الفيميا اللي هي الفيلير مود اند افكت اناليسيس، وضع الفشل وتحليل التأثير، هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق، هنعرف وذلك عن طريق بإيه؟ يبقى نكتب تاني، أعيد تاني، أعيد تاني، يا ريت الناس تكتب ورايا. هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل
حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق واحد إزالة أسباب الفشل المحتمل، اثنين تقليل حدة أو خطورة الفشل. تمام؟ أقول تاني مهم جدا المقدمة دي، مهمة جدا. الفيميا هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق واحد إزالة أسباب الفشل المحتمل، اثنين تقليل حدة الفشل. تمام؟ الفيميا اللي هي الفيلير مود، اختصار الفيميا دي اختصار الفيلير مود اند افكت اناليسيس، هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق إزالة أسباب الفشل المحتمل وتقليل حدة أو خطورة الفشل. تمام؟ كل الناس كتبت؟ تفاعلوا معي عن طريق الشات، كل الناس كتبت؟ طيب، ما فيش حد كتب. طيب تمام. هنشرح كل حاجة، ما حدش بقى يسأل حاجة دلوقتي لغاية لما إيه؟ نشرح. اكتبوا بس كده المقدمة، احنا لسه بنقول يا هادي. اكتبوا بس كده ايه التعريف والطريقة. خلاص؟ طيب. ايه فوائد اللي هتعود عليا او على المكان من تطبيق الفيميا على عملية جديدة او موجودة بالفعل؟ ايه هي الفوائد؟ يبقى نقول فوائد تطبيق وضع الفشل وتحليل التأثير، الفيلير مود اند افكت اناليسيس. ايه الفائدة الأولى؟ واحد، تعريف الطرق التي من الممكن أن تفشل العملية. بتعرف الطرق اللي من الممكن أن إيه تفشل العملية، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، تحديد أولوية الطرق التصحيحية أو الوقائية للفشل قبل حدوثه. يبقى تحديد أولوية الطرق التصحيحية أو الوقائية للفشل قبل حدوثه. تمام. النقطة الثالثة والأخيرة، موثوقية أعلى للنظام مع الخطوات الوقائية المتخذة. يبقى موثوقية أعلى للنظام مع الخطوات الوقائية المتخذة. يبقى دي الفوائد. نقولها تاني، تعريف الطرق التي من الممكن أن تفشل العملية، تحديد أولوية الطرق التصحيحية أو الوقائية للفشل قبل حدوثه، موثوقية أعلى للنظام مع الخطوات الوقائية المتخذة. يبقى احنا كده ادينا انترودكشن بسيطة عن ايه الفيميا. عرفنا الفيميا دي ايه،
وعرفناها وايه الطرق بتاعتها، طريقتين، وايه فوائدها. هنبتدي بقى ايه، نخش في الستيبس. الستيبس دي اللي انا هقولها مش موجوده في الباوربوينت، فلو ما كتبتوهاش صدقوني ما هتلاقوها في اي كتاب، صدقوني ما هتلاقوها في اي مرجع ولا في اي كتاب. فكل الناس بقى تكتبها، انا همليها انجليش وهمليها عربي، يعني هقولها بالانجليش وهقولها بالعربي. انا مجمع الخطوات دي من 3 كتب، الستيبس اللي انا هقولها بتاعت الفيميا مجمعها من 3 كتب، مجمعها من الاي كيو اف، مجمعها من كتب التحسين، من كتاب اسمه كتاب التحسين بتاع الجوده، مجمعها من المرجع بتاع الاي اس كيو، مجمع الستيبس خطوات عمل الفيميا من 3 مراجع. فلو ما كتبتوش اللي هقوله انا مش حاطه في الباوربوينت، والله انا اللي حاطه في الباوربوينت الشكل ده بس، والشكل ده كمان مش كافي، الشكل ده كمان مش كافي، يعني دول حوالي 4 5 خطوات. لا ده انا همليكوا 11 خطوه دلوقتي. كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ كله معايا؟ طيب هبتدي. انا عندي في ستيبس عشان اقدر انفذ اجراء الفيميا، وعرفنا الفيميا اللي هي الفيلير مود اند افكت اناليسيس، وضع الفشل وتحليل التاثير بتاع الفشل. يعني وضع الفشل عندي في المنتج او العمليه او الخدمه والتاثير بتاعها بحلله. ازاي يا هندسه الكلام دوت؟ هقول لك ازاي. استاذ محمود عبد الستار، انت حضرتك قصدك ايه؟ استاذ محمود، الستيب رقم 1 الديتكشن افيلير مود، الديتكشن فيلير مود. كل الناس بتكتب ورايا، كشف وضع الفشل عن طريق 4 نقط. النقطة الأولى الريفيو ذا بروسيس، النقطة الثانية البراين ستورمينج بوتنشال فيلير مود، النقطة الثالثة الليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، النقطة الرابعة الليست كوز اوف ايش فيلير مود. أقولهم تاني؟ حاضر. ما هو أستاذ محمود عبد الستار بيقول لي كمل، إحنا عارفين الكلام ده كله. أستاذ محمود عبد السلام باين بيقول لي كمل يا هندسة. فهمت يا أستاذ محمود عبد الستار؟ طيب نخش على النقطة اللي بعديها، الستيب الثانية الاساين سيفيرتي نمبر اللي هي تعيين رقم الحدة او الخطورة. ماشي، ودي تعتبر انا بحدد لها رينج في السكيل من 1 ل 10. عيد تاني، ده كله عايز يعيد. عيدها لو سمحت. والله يا استاذ علي انا كنت عايز اعيد وعايز اترجم بالعربي، بس استاذ محمود عبد الستار بيقول لي لا احنا عارفين الكلام ده ما تقولوش كمل. ما اعرفش بيقول كده ليه.
يعني الناس عايزه تفهم، وفي ناس باين فاهمه بتشوش علينا. طيب هعيد الكلام ده تاني، انا عندي خطوات عشان اقدر انفذ اجراء الفيميا. الديتكت رقم واحد، الاستيب الاولى الديتكت افيلير مود، كشف وضع الفشل. ديتكت افيلير مود، كشف وضع الفشل عن طريق اربع نقط. يا ريت كل الناس تقفل الميكروفونات بعد اذنكم. استاذ ابراهيم زناتي كله يقفل الميكروفون. الديتكت افيلير مود، كشف وضع الفشل. كشف وضع الفشل في اربع نقط، اربع نقط اللي هو محطوط هنا على الرسم اهو. الديتكت فيلير مود اللي انا واقف عليه بالماوس ده، الديتكت فيلير مود هنشرح فيها اربع نقط. النقطه الاولى ريفيو ذا بروسيس، ريفيو ذا بروسيس مراجعه العمليه. طب يا باشمهندس اسامه اراجع العمليه منين؟ من اللي اوت بتاع السايبوك. مش كنا بنعمل في النص في السايبوك البروسيس فلو شارت دياجرام؟ اراجع البروسيس دي كده مشكله، اراجعها من اللي اوت بتاع السايبوك. دي النقطه الاولى في الديتكت فيلير مود. النقطه الثانيه هعمل البراين ستورم، البراين ستورم للبوتنشال فيلير مودز. النقطه الثانيه في الديتكت فيلير مود في الاستيب الاولى البراين ستورم بوتنشال فيلير مود، هعمل عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل، عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل. كده كل الناس تكتب ولا عيد من الاول تاني؟ انا عندي اهم حاجه، اهم حاجه في الامبروف الفيميا دي، اللي هيفهم الفيميا هيفهم 80% من الامبروف. ماشي يا استاذ محمود، تمام خلاص تمام. كله بيكتب، ارجوكم ارجوكم اكتبوا اللي انا بقوله. والله اللي انا بقوله ده جايبه من ثلاث كتب، والله طيب في واحد قال لي معلش عيد تاني يا هندسه عشان النت قاطع. حاضر، انا عندي خطوات للفيميا، خطوات تنفيذ اسلوب الفيميا اللي هو الفيلير مود اند افكت اناليسيس. عندي اول ستيب 1 الديتكت فيلير مود اللي هو كشف وضع الفشل عن طريق اربع نقط. اول نقطه الريفيو ذا بروسيس، بعمل ريفيو ذا بروسيس من ايه؟ اللي او بتاع السايبوك دياجرام اللي هو مراجعه العمليه. براجع العمليه ازاي؟ من السايبوك. احنا كنا في السايبوك في النص كده كنا بنعمل مراحل البروسيس، بعمل ريفيو سريع على البروسيس من خلال السايبوك دياجرام. تمام؟ طيب النقطة الثانية بعمل البرين ستور بوتنشال فيلير مودز، بعمل عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل.
البوتنشال فيلير مودز اللي هو وضع الفشل المحتمل. وضع الفشل المحتمل يبقى بنعمل برين ستورمينج بوتنشال فيلير مود. كله بيكتب؟ طيب النقطة الثالثة، بعد ما عملت العصف الذهني من خلال التيم ورك اللي معايا للبوتنشال فيلير مود، بعمل ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. يعني ايه الكلام ده؟ بعمل قائمه التاثيرات المحتمله لكل وضع فشل، بعمل ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. يبقى دي النقطه الثالثه فين؟ في الاستيب الاولى. طيب الاستيب النقطة الرابعة في الاستيب 1، ليست كوز اوف ايش فيلير مود، عمل قائمة اسباب كل فشل، عمل قائمة اسباب لكل فشل. هل انا بقى هنا شوف الاستيب 1 دي لم لك الديتكت افيلير مود ما شرحش الاربع نقط دول. من خلال الاربع نقط دول اللي انا قلتهم انا هعمل الديتكت فيلير مود. يعني الديتكت فيلير مود بيتعمل من خلال اربع مراحل، اربع مراحل. بعمل ريفيو على البروسيس باي سايبوك دياجرام، بعمل برين ستورمينج بوتنشال فيلير مود، عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل، بعمل ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، قائمه لكل التاثيرات المحتمله لكل وضع فشل، بعمل ليست كوز اوف ايش فيلير مود، قائمه اسباب كل فشل. يبقى كده انا عملت الديتكت فيلير مود. انا عملت كده من خلال الاربع نقط اللي انا شرحتهم الديتكت فيلير مود. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم قبل ما انقل على ستيب 2. خلي بالكم انا قايل لكم النهارده هنطول، عايز اخلص ان شاء الله النهارده الفيميا عشان اقفل الامبروف. فارجوكم اقعدوا معايا شويه واكتبوا اللي انا بقوله. الكلام اللي انا بقوله مش هتعرفوا تجيبوه ولا نت ولا كتب، انا جايبه من ثلاث كتب، من هنا شويه وبترجم من هنا شويه وبجيب من هنا شويه عشان اعمل لكم الماتيريال دي. نقطه رقم ثلاثه من فضلك. حاضر. نقطه رقم ثلاثه، ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، عمل قائمه لكل من التأثيرات المحتملة لكل وضع فشل. يبقى عمل قائمة لكل من التأثيرات المحتملة لكل وضع فشل، ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. الأستاذ محمود اللي كان بيسأل على النقطة الثالثة، تمام كده؟ تمام. يبقى كده اللي كان بيسأل على النقطة الثالثة هقول الأربع نقط تاني. حاضر. كل الناس تراجع ورايا تشوف اللي هي كتبته صح ولا غلط من خلال إيه المراجعة دي عشان هنقل على ستيب 2. ستيب 1 بيقول إيه؟ بيقول انا عايز اعمل ديتكت افيلير مود. يعني ايه ديتكت افيلير مود؟ يعني كشف وضع الفشل. انا بكشف وضع الفشل بتاعي، بعمل عليه كشف. طيب كشف وضع الفشل عشان اعمله لازم في اربع نقط مهمين لازم
اعملهم عشان اعرف اكشف وضع الفشل. اول نقطه هعمل ريفيو للبروسيس بتاعي باي ايه سايبوك دياجرام اللي اوت بتاع السايبوك دياجرام، هبص على اللي اوت بتاع السايبوك دياجرام وابص على البروسيس اللي انا حللتها وراجعها، دي ما فيهاش مشكله. النقطه الثانيه بعمل برين ستورمنج بوتنشال فيلير مود، عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل. البوتنشال فيلير مودز اللي هي الاوضاع وضع الفشل المحتمل، بعمل عصف ذهني لاوضاع الفشل المحتمل البرين ستورمنج بوتنشال فيلير مود. النقطه الثالثه ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، بعمل قائمه ليست لكل من التاثيرات المحتمله لكل فشل. النقطه الرابعه والاخيره ليست كوز اوف ايش فيلير مود، عمل قائمه الاسباب لكل فشل. يبقى كده الناس فهمت الاستبه الاولى بتاعت الديتكت فيلير مود، كله يكتب لي اوكي قبل ما انقل على الاستبه الثانيه، واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم عيدها، واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم عيدها، هقول لكم عيد مفيش مشكله. طيب تمام. طيب اخش على الاستبه الثانيه، الاستبه الثانيه بتقول لي ايه؟ بتقول لي السيفيريتي نمبر اللي انا بختصرها اس اي في. ايه هي السيفيريتي نمبر؟ السيفيريتي نمبر نكتب بقى معايا، انا بعمل اساين سيفيريتي نمبر، تعيين السيفيريتي نمبر اللي هو رقم الحده او الخطوره ترجمه. يبقى اساين سيفيريتي نمبر تعيين رقم الحده او الخطوره، يعني حده او خطوره الاثنين بمعنى واحد. سيفيريتي يعني ايه؟ حده او خطوره. السيفيريتي الحده او الخطوره، يعني الفشل ده وضع الفشل ده ايه مدى خطورته وحدته على البروسيس او البرودكت او السيرفيس خدمه. تمام. طيب يبقى الاستيب الثانيه اكتب معايا اساين سيفيرتي نمبر، تعيين رقم الحده او الخطوره من خلال ايه؟ البرين ستورمينج. طب انا هعمل ايه بقى؟ مهندس اسامه مصطفى هو الليدر بتاع الموضوع، قاعد معاه خمسه سته من الفريق. فانا بقول لهم يا جدعان يا رجاله ان وضع الفشل دوت احنا عايزين نديله ديجري او سكيل، حاجه لوست وحاجه هايست. فهنفرض ان السكيل بتاعي في درجه الحديه اللي هي السيفيرتي نمبر من 1 لـ10، كل الناس معايا؟ هنقول السكيل اللي انا الدرجه اللي انا هحطها في السيفيريتي اللي هي الحده او الخطوره من 1 لـ10، ال1 لوست اقل حاجه وال10 هايست اعلى حاجه. يبقى ال1 ده ايه؟ اقل خطوره، والهايست ال10 اعلى خطوره. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. ستيب 2 اجيب السيفيريتي نمبر ازاي؟ الاس اي في. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. طيب حلو قوي، بتكتبه. طيب في الستيب 2 هعمل اساين سيفيريتي نمبر باي 1 ات 10 سكيل، الوان بتعني lowest for severity، والتن سكيل
بتعني highest for severity. بس كده. أقل خطورة عندي أديها رقم واحد. وأنت ماشي ممكن رقم اثنين، ممكن رقم ثلاثة متوسطة، خطورة متوسطة، خطورة مش عارف. الماكسيمم بتاعي 10، أعلى خطورة في السيفيرتي. أعلى خطورة في السيفيرتي اللي هي إيه؟ 10. تاني من فضلك. أنا بعمل تعيين لرقم الحدة أو الخطورة بتاعة وضع الفشل، فأنا لازم أديله درجة أو أديله نسبة. وضع الفشل عندي 1، 2، 3 لغاية 10. طب الواحد دي بتعني إيه؟ أقول لك رقم الخطورة بيعني إيه؟ إن في معادلة أنا أعوض فيها دلوقتي الكلام دي، يعني أصبر عليها يا أستاذ فتحي أرجوك. اكتب بس الستيبس وهقول لك الخطوره ديت بنعوض فيها في ايه عشان نجيب ايه. في ستاندر حاجه اسمها ار بي ان. الار بي ان دي معادله بضرب رقم الخطوره في الاوكيرنس في الديتكشن. طبعا انت مش فاهم انا بقول ايه صح؟ اصبر بس عليا، كل حاجه هتيجي في وقتها، كل حاجه هتيجي في وقتها. خلاص انا بعمل اساين للسيفيريتي نمبر. طب السيفيريتي نمبر بحدده ازاي؟ عن طريق البرين ستورمنج. البرين ستورمنج من خلال التيم وورك اللي معايا هنقول وضع الفشل المعين ده هديله درجه قد ايه. التيم وورك هيقول ويرد احنا عاملين سكيل لينا من 1 لـ10، الواحد ده لوست والعشرة هايست. وضع الخطورة مثلا عندي 5، يعني دي مدري خطورة متوسطة، هديها رقم 5. 3 شبه لوز، هدي درجة من 1 لـ10 على وضع الخطورة اللي عندي اللي هي السيفيريتي نمبر. تمام كده؟ اخش على الستيب 3 ولا عيد تاني ستيب 2؟ طيب خش على ستيب 3. ستيب 3 assign occurrence number. assign occurrence number تعيين رقم الحدوث. تعيين رقم الحدوث اللي هو الاوكيرنس نمبر. اكتبوا معايا الستيبس 3 اساين اوكيرنس نمبر. مش هتلاقوا الكلام ده برضه مكتوب هنا في الرسم، مش هتلاقوا الكلام اللي انا بقوله ده مكتوب في الشكل اللي قدام. نفس اللي احنا عملناه في السيفيريتي هنعمله في الاوكيرنس نمبر. هنقول برضه سكيل من 1 لـ10، الواحد ده ايه بيمثل اللويست والعشرة بتمثل ايه الهايست. تمام؟ تمام. اللي فاهم يكتب فاهم واللي مش فاهم يقول لي عيد. النقطة الثالثة، حاضر يا استاذ عادل. زي ما عملت تعيين للسيفيريتي بعمل تعيين للأوكيرنس. الأوكيرنس نمبر اللي هو رقم الحدوث، وبديله سكيل، بديله سكيل. الأوكيرنس نمبر اللي بيسأل على معناها رقم الحدوث، حدوث الفيلير، يعني رقم حدوث الفيلير. حدث كم مرة؟ مرتين، ثلاثة، أربعة. فبديله سكيل من 1 لـ10، 1 لويست و10 هايست. خلاص كده استاذ مستر ابراهيم زناتي اللي كان بيسال على معنى الاوكيرنس نمبر، عرفت معنى الاوكيرنس نمبر استاذ ابراهيم؟ مستر ابراهيم طيب تمام. يبقى ستيب 3 بعمل اساين تعيين للاوكيرنس نمبر، تعيين رقم الحدوث.
وده بيبقى فيه سكيل او رينج من 1 لـ10 زي السيفيريتي، زي السيفيريتي نمبر. الواحد بيبقى لوست والعشرة بتبقى هايست. طب وبحدد الدرجة دي ازاي؟ من خلال ايه؟ كله جاوب بقى على الشات، يلا اعرف معايا انتوا معايا ولا لا. بعرف بحدد الدرجة من 1 لـ10 من خلال ايه؟ من خلال ايه؟ تمام. الله ينور عليك. من خلال البرين ستورمنج العصف الذهني كده، كل الناس معايا فاهمين؟ انا بالك انا عامل معاكم مجهود جامد. طيب يبقى احنا كده شرحنا 3 ستيب، شرحنا 3 ستيب، هنقل على الستيب 4 اللي هي الديتكشن. ستيب 4 اساين الديتكشن نمبر، اساين ديتكشن نمبر اللي هو تعيين رقم الكشف، تعيين رقم الكشف. بكشف على الفيلم بشوف الكشف ده عمل فيه ايه، ديتكشن. وهديله سكيل برضه من 1 لـ10 زي اخواته، زي السيفيرتي وزي الاوكيرنس وزي الايه، هيبقى زيهم مفيهاش مشكله. يبقى ستيب 4 الديتكشن نمبر، بعمل ليه تعيين اساين ديتكشن نمبر، والسكيل بتاعه برضه زي اخواته من 1 لـ10. الخطوه بقى اللي كان استاذ بيسالني عليها بيقول لي في ستاندرد. السؤال الاستاذ اللي كان بيسالني هل يا هندسه الكلام دوت في ستاندرد ولا ايه؟ اه في ستاندرد، في معادله بعوض فيها الكلام ده كله. ستيب 5، ستيب 5 ايه الترجمه اللي انت قصدك كده راحت؟ ده الشات عشان اشوف الاسئله بتاعتكم عشان اقدر اجاوب. مفيش ترجمه ولا حاجه، ده هو الشات. انا فاتح الشات، فاتح الشات عشان اشوف اي اسئله. هو الشات ده بيظهر عند حضراتكم؟ الشات اللي انا فاتحه دلوقتي على الباوربوينت اللي هي الاسئله بتاعتكم بيظهر عند حضراتكم صفحه الشات؟ انا هي دي فاتحها على اساس لو اي حد عايز يقول سؤال بقرا السؤال وبجاوب. انا بقول الترجمه، ده انا بقول انجليش وبقول عربي بيظهر. طب خلاص انا مش هقفلها اسمح. انا بقول دلوقتي الحاجه بالانجليش وبالعربي، يعني اللي مش هيفهم انجليش هيفهم عربي، انا بترجم كل حاجه. انا بترجم ماشي خلاص. يبقى انا دلوقتي ايه، خلصت الستيب 4 اللي هي الاساين ديتكشن نمبر اللي هو تعيين رقم الكشف. اكتبه معايا عشان ما حدش يسال على الترجمه. انا مش حاطط الكلام ده في الباور بوينت، انا ما بحطش ترجمه في يعني انا مش حاطط الكلام ده صدقوني في الباور بوينت. يعني اللي مش هيكتب ورايا الحاجات دي مش هيلاقيها، مش هتلاقوها في الباور بوينت ماشي. فارجوكوا اكتبوا ورايا، هتبقى الكتابه بتاعتكم هي السورس، الكتابه بتاعتكم هتبقى السورس. كتابكم انجليزي، كتابكم عربي، هيبقى هو ده السورس بالنسبه لكم، الريفرنس ليكم لما تيجوا تراجعوا. خلاص يبقى ستيب 4 الاساين ديتكشن نمبر، وهيبقى سكيله من 1 لـ10، ومن خلال البرين ستورمنج هننقي الرقم، والواحد لوست والعشرة هايست. طيب ستيب 5 كالكوليت ذا ريسك بريورتي نمبر،
كالكوليت الريسك بريورتي نمبر اللي هو رقم أولوية المخاطر. ده بقى الستاندر يا أستاذ اللي كنت بتسأل على الستاندر اللي هو الار بي ان. الريسك بريورتي نمبر اللي هو الار بي ان. بحسبه ازاي؟ بضرب السيفيرتي الرقم اللي انا جبته في الاوكيرنس في الديتكشن. تمام؟ فاهمين؟ الشات مش ظاهره، مش عارف مين اللي بيقول الشات ظاهره. الشات ما بتظهرش على الباوربوينت. صح. طيب فانا دلوقتي بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان المعادله اللي حضراتكم شايفينها على الباوربوينت دي اللي هي الريسك بريورتي نمبر مختصره ار بي ان. الار بي ان دي علاقتها ايه؟ علاقتها بضرب السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن وبشوف الرقم اللي هيطلع هو ده الار بي ان، هو ده رقم الخطوره. هل معنى ذلك ان الاستبات خلصت؟ لا، ده انا لسه هقول تاني خمس استبات. بعد ما حسبت الار بي ان ضربت السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن هيطلع لي رقم الار بي ان. طب رقم الار بي ان ده من 1 لـ1000 لكل العمليات اللي تخطر على بالك، من 1 لـ1000، ولسه هناخده بعد ما ننقل بعد الصفحه دي. حلو الكلام؟ طيب نكمل. كله كتب ستيب 5، كله كتب ستيب 5. كله كتب ستيب 5. طيب تمام. يبقى كالكوليت ذا ريسك، كل الناس تكتب ورايا، كالكوليت ذا ريسك بريورتي نمبر، حساب رقم اولويه المخاطر، حساب رقم أولوية المخاطر اللي هو الـ RBN بيساوي سيفيريتي اللي هي الخطورة أو الحدة في الأوكيرنس الحدوث في الديتكشن الكشف. العصف الذهني اللي بيسأل السؤال على أساس إيه من 1 لـ10، ده من عصف الذهن، الدرجة اللي بتاع العصف الذهني أنت بتدي الريت اللي عندك من 1 لـ10، هي المراجعة إيه لك. تمام؟ طيب. ستيب 6. ستيب 6 دي بقى مش هتلاقوها في الباوربوينت، من أول ستيب 6 مش هتلاقوها مرسومة هنا. الخطوة السادسة. Priorities the failure modes for all action. Priorities the failure mode for all action. Priorities the failure mode for all action. تحديد أولويات أوضاع الفشل لكل إجراء. بتحدد أولوياتك بقى بعد ما حسبت الار بي ان، انت بقى بتحدد بقى اولوياتك لكل فشل بقى. Priorities the failure modes for all action. تحديد اولويات اوضاع الفشل لكل جروب. ستيب 7 البريفنتيف اكشن فور اول فيليير. البريفنتيف اكشن فور اول فيليرز، عمل اجراءات وقائيه لكل فشل. عمل الاجراءات الوقائيه لكل فشل. ستيب 7 دي ستيب 7
ستيب سبعة. ستيب سبعة. ستيب سبعة. ماشي. ستيب سبعة. البريفنتيف اكشن فور اول فيليرز. عمل اجراءات وقائيه لكل فشل. البريفنتيف اكشن فور اول فيليرز. ستيب 8. البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. ستيب 8. البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. عمل اجراءات استباقيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. عمل اجراءات استباقيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. ستيب 9. الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. عمل اجراءات تصحيحيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. كل ده طبعا هنفهمه في الكيس ستادي. الستيب 9 تاني. الكوركتيف اكشن فور اول ذا ريمينينج فيلير. عمل اجراءات تصحيحيه لكل اوضاع الفشل المتبقي. الستيب 9. الريسبونسبل جوب تايتل. الستيب 9. الريسبونسبل جوب تايتل. ستيب 9. الريسبونسبل جوب تايتل. المسمى الوظيفي للمسؤول. ستيب 9. الريسبونسبل جوب تايتل. المسمى الوظيفي للمسؤول. الستيب 11. ريكورد اني فيلير. ريكورد اني فيلير. تسجيل اي فشل. لازم تسجل كل حاجه بقى في النهايه. كل حاجه عندك عملتها لازم تسجلها عشان تبقى ريفرنس ليك وانت شغال. يبقى ستيب 11. record any failures. تسجيل اي فشل. ارجوكوا اقفلوا الميكروفونات. ارجوكوا اقفلوا الميكروفونات. الميكروفونات لما بتشتغل الناس مش هتعرف تركز. خلاص الناس كتبت ورايا لغايه ستيب 11. اللي ما كتبش يقول لي خطوه معينه انا اعيدها له تاني. يلا قبل ما انقل بقى على حاجه جديده. عشان لو دخلت في الكيس ستادي يعني الكيس ستادي يعني مواد. كله كتب ال 11 ستيب. اللي بيسال اللي بيسال من 1 لـ10 ده رينج متحدد من خلال مرابع الفيميا. بيبقى درجة من 1 لـ10 ريتنج. حاجة زي الريتنج كده يا أستاذ فتحي. الكتب كاتباه كده. احنا ما بنألفش. هو ريتنج بيتعمل ريتنج. ماشي؟ ومن خلال البرين ستورمنج والتيم وورك اللي متكريت
انت بتحدد من الريتنج درجه الخطوره بالخبره بقى بتاعت التيم ورك اللي معاك. انت الفيلير اللي عندك مثلا في العربيه دي الخطوره بتاعته، لا اقدر امشي بالعربيه والخطوره دي فيها ولا لا ولا لا؟ فالتيم ورك هيقول لك اه نديها 2 3 يعني خطوره متوسطه تقدر تمشي، انما لو الخطوره هاي 10 لا العربيه دي ستوب. فهمت يا استاذ فتحي السؤال بتاع حضرتك؟ الريد فروم وير استاذ فتحي معايا يا استاذ فتحي؟ السؤال اللي حضرتك انا شايفه لسه على الشات. فهمت حضرتك الريد جاي منين؟ الريد فروم وير دي من الكتب المراجع بتقول كده ان لازم يبقى فيه ريد، والريد ده بيتحدد من 1 لـ10. 1 ده لويست، 10 ده هايست. ليه بنقول الكلام دوت؟ عشان لما نيجي نعوض في المعادله يبقى الار بي ان اقل من 1000، لان الار بي ان لازم شرط اساسي يبقى من 1 لـ1000. خدت بالك؟ تمام. نعم تمام. اللي كان بيسال على من اول ستيب 9، الناس اللي عايزه من ستيب 9 لستيب 10، حاضر هقول ستيب 9 تاني. الناس تكتب بقى اهو. ستيب 9. ستيب 9. الكوركتيف اكشن، انا ماليش دعوه بالفايبريشن والتمبريتشر يا استاذ فتحي. أنا بدي درجة لدرجة الخطورة، يعني لو درجة الحرارة 1000000 درجة مئوية على الشمس، أنا هديها برضو درجة من 1 لـ10 حسب ما الإيه؟ حسب ما التيم ورك اللي معايا. درجة الخطورة عالية يعني درجة الحرارة لو 40، هديك مثال على درجة حرارة، أنت كاتب تمبريتشر هقول لك، يعني لو درجة حرارة الجو 50 درجة مئوية دي كده الدنيا هتبقى تولع صح؟ فأنا أحط لها درجة الخطورة إيه؟ جاوب انت بقى يا استاذ فتحي. احط درجه الخطوره ايه لو درجه الحراره 50 درجه مئويه؟ 10. الله ينور عليك، انت كده فهمتني. انت فهمت قصدي استاذ فتحي؟ بركات. فهمت قصدي؟ يعني من 1 لـ10 ده رينج. تمام. رينج الاي كيو اف والاي اس كيو كتب الامبروف محدداه، مهما زادت درجه الحراره او اي حاجه حقيقيه انت بتديها الهاي العشرة 9 كده. انت فهمت؟ طيب هقول تاني، هعيد تاني. الستيب 9 اللي هي الكوركتيف اكشن فور اول ريميننج فيليرز. كوركتيف اكشن فور اول ريميننج فيليرز، عمل اجراءات تصحيحيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. ستيب 10 الريسبونسبل جوب تايتل. الريسبونسبل يعني المسؤول، المسمى الوظيفي للمسؤول هنكتبه في الفيميا. هنكتب المسؤول فوق السبجكت، هقول لكم ازاي دلوقتي في الكيس ستادي اللي انا هحضره. ماشي. الريسبونسبل جوب تايتل. الستيب 11 ريكورد اني فيلير، تسجيل اي فشل. لازم اي فشل يتسجل عندي خلاص. اي فشل يحصل في اي منتج، في اي عمليه، في اي خدمه، لازم يتسجل. اوضاع الفشل المتبقيه ومتبقيه من ايه؟ تمام. الله ينور عليك يا استاذ شريف، انت حضرتك شكلك فاهم في الفيمي. استاذ شريف تمام، هو فعلا اوضاع الفشل المتبقيه ومتبقيه من ايه؟ صح. طيب كده كل الناس كتبت ال 11 ستيب. طبعا ال 11 ستيب دول مش موجودين في الشكل اللي انا واقف عليه في الباوربوينت، عشان كده بقول لكم كل الكلام في دماغي. كل الكلام في دماغي. انا باخد الباوربوينت بتبقى جزء
30% او 40% او 50% من المعلومه، وال 50% الثانيه المعلومات بتبقى في دماغك. طيب ناخد بقى كيس ستادي كده سريع. انا كده معلش النهارده قعدتكم ساعه زياده، الساعه 11 و5 المفروض المحاضره بداتها 9، فكده عدينا الساعتين النهارده، فمعلش يعني سامحوني عشان عايز اخلص النهارده الامبروف، ومن الجمعه الجايه ان شاء الله نبتدي نشرح الكنترول، والكنترول هياخد محاضرتين، ولسه المشروع والمراجعه هتاخد كمان محاضرتين، يعني كده المفروض انتوا معايا 4 محاضرات كمان غير النهارده. وارجو كل استفدتوا من الكورس ده، وان شاء الله استفدتوا يعني. طيب هناخد بقى شويه حاجات نظري كده وشويه معادلات هنقولها بسرعه. عندي ايه الار بي ان، الار بي ان ده اللي هو الريسك بريورتي نمبر، اللي هي اولويه المخاطر العدديه. يا ريت كله يكتب ورايا، يا ريت كله يكتب ورايا بعد اذنكم، ارجعوا اكتبوا تاني. الله يخليك يا استاذ شريف، الله يخليك يا استاذ شريف، تسلم وتشكر لذوقك، تسلم وتشكر لذوقك يا استاذ شريف، الله يخليك. الار بي ان هي تقييم رقمي للمخاطر. تعريف الار بي ان، تقييم. استاذ اشرف كل الناس تكتب. الار بي ان هو او هي تقييم رقمي للمخاطر. تمام. كتبتوا التعريف بتاع الار بي ان اللي هو الريسك بريورتي نمبرز. الار بي ان اولويه المخاطر العدديه هي تقييم رقمي للمخاطر، والقيمه بتتراوح من 1 لـ1000. اي ار بي ان لاي فيلير مود في الدنيا بيتراوح في الرينج من 1 لـ1000، يعني عمرك ما هتلاقيه 1001 ولا 1002 ولا 2000. اي ار بي ان قيمته بتتراوح من 1 لـ1000. طيب يتم تحليل طرق الفشل عن طريق ايه؟ الار بي ان زي ما اتفقنا. ازاي؟ بالثلاث علاقات دول، السيفيريتي طبعا احنا شرحناها، اللي هي تحديد الحده او الخطوره سيفيريتي، والحدوث الاوكيرنس، ومستوى الكشف اللي هو الديتكشن ليه. يبقى بنحلل طرق الفشل عن طريق ايه؟ الار بي ان اللي هو الريسك بريورتي نمبر، الار بي ان. طب الار بي ان معادلته ايه؟ هناخدها بعد شويه، بعد 2 3 دقايق كده. العوامل بتاعته بحلل السيفيريتي، وعرفنا بنحلله ازاي، بنعمل له سكيل من 1 لـ10، ومن خلال البريم ستورمنج اللي معايا بيحدد الدرجه بتاعته، الواحد ده اللويست وال10 الهايست، وزيه الاوكيرنس الحدوث، من برضو نفس القصة بنعمل له سكيل من 1 لـ10 وبنديله الدرجة بتاعته من 1 اللويست وال10 الهايست، والديتكشن نفس القصة. يبقى بحلل طرق الفشل عن طريق الار بي ان بالثلاث علاقات بتوعه، من خلال العصف الذهني، من خلال الدرجة اللي انا بحطها في اللويست والهايست. اهو ادي السكيل عندي من 1 لـ10 سيفيريتي والاوكيرنس والديتكشن. تمام، الناس بتكتب ماشي. يبقى السكيل اللي احنا بنحدده او الكتب محدداه عشان نقدر نحسب السيفيريتي اللي هي شده الحده او الخطوره، والاوكيرنس الحدوث، والديتكشن الكشف، بيبقى رينجه من 1 لـ10. طيب وادي الكالكوليشن بتاعه الار بي ان. انا بقول ان الار بي ان ايكوال اس اي في للسيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن، ومدي مثال اهو
كل الناس تصور المثال اللي انا كاتبه ده. ارجو ان انتوا تقفلوا الميكروفونات ارجوكم بعد اذنكم. ممكن كل واحد بالموبايل بتاعه يصور الصفحه اللي على الباركود. انا مدي هنا الفيلير مود A و B. اي فشل اي نظام فشل الفيلير مود بتاعي وليكن A و B. السيفيريتي بتاع A ب 8 وبتاع B ب 4 والاوكيرنس ب 4. اهي كل الدرجات دي مش من 1 ل 10 صح؟ جاوبوا يا شاك. انا مديها كلها اسكالها من 1 ل 10 اهي. الناس اللي كانت بتسال بتتحسب ازاي؟ طيب هنا شده الحده والخطوره في الفيلير مود نمبر ايه؟ 8 يعتبر عالي. يعتبر عالي تمام؟ والاوكيرنس 4 مودريت تاس والديتكشن 3 مودريت متوسط. ضربت الثلاثة في بعض طلع 96 ماشي. طيب الفيلير مود بي بالسيفيريتي 4 والاوكيرنس 8 والديتكشن 3 طلع الار بي ان برضه ب 96. فاهمين المثال البسيط ده؟ اهو المثال البسيط ده فاهمكم كل ايه؟ كل اللي فات. معادلة بتضرب الثلاثة ببعض بالسكيل بتاع ايه؟ تمام؟ خلاص؟ هخش بقى في الكيس ستادي. قبل ما اخش في الكيس ستادي الناس فاهمة؟ فاهمين الصفحة دي؟ اللي فاهم يكتب لي فاهم، واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم عيد يا هندسة. تمام؟ أستاذ نبيل تمام؟ تمام؟ طب الحمد لله كله تمام الحمد لله. طب ندخل أعيد تاني المثال ده؟ حاضر حاضر أعيد معلش في واحد عايز أنا هنا بعمل الكالكوليشن بتاعة الأر بي إن زي ما اتفقنا إن الأر بي إن بيتحسب من خلال ثلاث علاقات بيتضربوا في بعض اللي هم السيفيريتي والاوكيرنس والديتكشن. السيفيريتي بديله سكيل من 1 ل 10 فاحنا هنا من خلال العصف الذهني عملنا درجه الخطوره للفيلير ايه 8 والاوكيرنس من خلال العصف الذهني في الفيلير ايه 4 والديتكشن من خلال العصف الذهني 3. ضربنا الثلاثه ببعض طلعت الار بي ان ب 96. طب البي الفيلير مود بي من خلال العصف الذهني في السيفيريتي 4 والاوكيرنس 8 والديتكشن 3 والار بي ان ضربناهم في بعض طلعت 96. كده اللي مش فاهم فاهم؟ طب تمام. طيب نخش على الكيس ستادي، ويا ريت الكيس ستادي دي كل الناس تصورها على الموبايل لان فيها جدول كبير. انا خدت كيس ستادي على وش سلندر المحرك. خدت الكيس ستادي على السلندر هيد بتاع محرك العربيه اهو. كل الناس بقى ايه بموبايلكم تصور الجدول ده عشان الجدول ده فيه شغل، ويبقى عندكم ريفرنس لاي فيميا تعملوها تعرفوا اعملوا زي الجدول ده. بس طبعا يعني باختلاف المثال، يعني انا مدي مثال هنا كيس ستادي على الانجن سلندريكال هيد. اللي عايز بقى يعمل عن اي حاجه تانية اي منتج اي حاجه، وانتوا عارفين بقى الفيميا بتتعمل ايه على البروسيس. طيب هنا في الكيس ستادي كل الناس يا ريت تصور الجدول ده بعد اذنكم. كل الناس تقدر تصور. ما هو الفرق ما بينهم دي علاقه، يعني اللي بيسال اللي بي استاذ احمد اللي بيسال عن الفرق ما بين السيفيريتي والديتكشن دي معادله مكتوبه في المرجع كده، يعني معادله اهو.
طبعا في فرق ما بينهم، يعني دي شده الحده وده رقم الكشف، بنكشف ازاي؟ هتفهم من المثال اللي انا كاتبه دلوقتي اللي هو الكيس ستادي. طبعا كل واحده مختلفه عن اللي قبلها، يعني الخطوره حاجه والكشف حاجه عن طريق الانسبكشن والاوكيرنس الحدوث بتتكرر كل قد ايه. فهمت يا استاذ احمد جرحي؟ احمد جرحي فهمت الفرق ما بينهم؟ فهمت الفرق ما بينهم؟ هناخد هنا كيس ستادي على السلندر هيد. السلندر هيد اللي هو وش سلندر بتاع المحرك. البروسيس فيلير مود اند افكت اناليسيس. البرودكت عندي السلندر هيد الاكس دي اللي هي البارت، يعني البارت برودكت ديسكريبشن بتكتب اسم الايه؟ البروسيس انجن سلندر هيد. الكاستمر نيم العميل لو في بتكتبه، الكاستمر دروينج لو ليه رقم لوحه بتحطه، الاذر ديتيلز اي معلومه اخرى بتحطها، بارت نمبر اي حاجه بتحطها. طيب ده بالنسبه للجزء ده. طب بالنسبه للجزء اللي في النص الكي كونتاكت بيرسون، الشخص اللي انت هتتعامل معاه، عشان انا قلت لكم في الريسبونسبل جوب تايتل المسمى الوظيفي للمسؤول بتحطه. الكي كونتاكت المسؤول المباشر بتاعك بتحطه. الكور تيم التيم اللي عمل الفيميا، التيم اللي عمل الفيميا، التيم اللي انت قاعد بتعمل معاه برين ستورمنج بتكتب اعضاء التيم، او الليدر عن التيم كفايه. ماشي؟ النمبر بتاعت الفيميا، يعني انت بتعمل مثلا الفيميا دي، الفيميا بتعمل لها ابديت كل سنه، اكتبوا المعلومه دي، الفيميا الجدول ده بيتعمل له ابديت كل سنه، الابديت بتاع الفيميا كل سنه، يعني بتحدث كل سنه. خدت بالكم المعلومه دي؟ نسيت اقول لكم عليها. الابديت بتاع الجدول او بتاع اي كيس ستادي للفيميا بيتحدث كل سنه. تمام؟ طيب ال النمبر فيم، يعني انا مثلا بعمل في السنه عن كم منتج؟ عندي 10 منتجات، بعمل لكل منتج فيميا، فبكتب هنا رقم الفيميا، بكتب رقم الفيميا، فيميا 2 فيميا 3، انا عملت في خلال السنه دي فيميا 4. كل فيميا بتاخد كود بتحطه. الريفيجن فيميا لو عايز تعمل ريفيجن على تحديث، بتعمل اعاده او مراجعه او بتحدث حاجه من خلال الجدول دوت، بتكتب الريفيجن نمبر وبتكتب الريفيجن ديت. طبعا المعلومات اللي فوق دي سهله، معلومات عامه. يا ريت كل الناس تصور الجدول ده على الموبايل، عشان لو عملتوا الفيميا يبقى ده ريفرنس كيس ستادي ليكم، تعرفوا تعملوا زيه. خلاص؟ اللي بيحدث الفيميا يا استاذ محمود التيم اللي بيعمله، التيم ومن خلال مسؤول، الناس اللي هي بتعمل برين ستورمنج للفيميا، مش احنا ادينا العلاقات بتاعتنا اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طيب بنعمل بقى الاوبريشن نمبر رقم واحد واثنين، البروسيس ديسكريبشن توصيف العمليه، البوتوم فيس فينش الوش الاوسط، بعد كده التوب فيس فينش، بعد كده البوتنشال فيلير مود اللي احنا شرحناها في الستيبس، اللي هي قلنا عليها اللي احنا قلنا عليها في الخطوه بتاعه الليست بوتنشال، الخطوه الاولى اللي هي برين ستورمنج بوتنشال فيلير مود والليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، اهي محطوطه اهي البوتنشال فيلير مود والبوتنشال افكتس اوف فيلير. بتحط الحاجه بتاعتك البوتنشال فيلير مود اللي هي الهايست زي السبيسيفيكيشن بلس او ماينس الفلاتنس، والسبيسيفيكيشن عندي فلاتنس يعني لازم وش السطح يبقى فيه فلاتنس عالي، حسب بقى كل واحد ما هيعمل في المنتج، والهايست بتاعك في السبيسيفيكيشن بتاعتك، والبوتنشال افكتس اوف فيلير مود. طب ايه التاثير اللي بيحصل ايه؟
السموك بروبلم والفيول بروبلم لما يكون في دخنة عالية في المحرك، التأثير اللي بيحصل من خلال المشكلة، ومشكلة الوقود لو الوقود عندك فيه مية، لو الوقود مش نقي، لو الوقود دوت مش هو المناسب للمحرك بتاعك. يعني في بتبقى محركات لازم وقود 92، ما ينفعش وقود 80، في محركات بيبقى لازم وقود 95، ما ينفعش 92، فلازم طبعا بتحط الكلام ده. السيفيريتي بتدي التقييم بتاعك من 1 لـ10، اللي كان بيسأل من 1 لـ10 اهو ظهر، اهو الريتنج اهو ظهر رقم 6. تمام، صفر الميكروفونات. استاذ اسلام يا ريت تقفل الميكروفون. استاذ اسلام تمام. استاذ اسلام مشغل اغنيه. السيفيريتي هيبقى عندك من 1 لـ6. مش عارف يعني الناس اللي بتشوش علينا، يعني ارجوكم اقفلوا الميكروفونات عشان الناس تقدر تستفيد. السيفيريتي ادينا هنا رقم من خلال برين ستورمنج، ادينا رقم من 1 لـ10، فالناس اختارت المجموعه اللي هي بتاعت التيم وورك، ادوا رقم 6. طيب البوتنشال كوزز زي ما كتبنا برضو في ال 11 خطوه الاولانيه، اللي احنا عندنا ليست اللي هي النقطه الرابعه في الستيب الاولى، ليست كوزز اوف ايش فيلير. بيعمل ليست بوتنشال كوزز اللي زي الامبروبير سيتنج اللي هو التظبيط المناسب بتاعك، وبيدي الاوكيرنس عندك 2 يعني يعتبر لوست. وبعد كده بنحط الكرنت كنترول البريفنتيشن اللي هو اللي احنا شرحناه في الخطوه رقم 7 اللي هي البريفنتيف اكشن فور اول فيلير. بتحط الاسباب بتاعتك في البريفنتيف اكشن، يعني انا بعمل بروسيس دروينج ورك ان ستراكشر فيرست بيس انسبكشن، بعمل تفتيش كامل للبروسيس دروينج ورك. ماشي. طيب بعد كده بنعمل الكرنت كنترول ديتكشن، بعمل البروسيس بتاعتك انسبكشن، انسبكت من 1 لـ5 وليكن مثلا ايا كان العمليات اللي انت عايز تعمل لها تفتيش. طب الديتكشن ان هو من خلال البرين ستورمنج اللي معاك بتدي درجه 3. ماشي، وبتدي درجه هنا في 1، يعني بتدي درجه من 1 لـ10، هو هنا مديين 3 يعني يعتبر فوق اللوست بشويه. بتضرب الستة في الاثنين في الثلاثة بتجيب الار بي ام 36، بتضرب السيفيرتي 6 في 2 في 1 بيديك 12، بتضرب 6 في 2 في 3 بيديك 36، بيضرب ال 6 في 2 في 1 بيديك 12. الناس اللي بتسال على الكرنت كنترول ديتكشن دي بتبقى الانسبكشن اللي انت بتعملها سواء 100%، شوف انت المسموح ليك في المواصفه ايه، اللي انت بتعمل تفتيش كامل على المنتج او 50% من المنتج او ايا كان. المهم عندي اللي انا بعمل او بحسب الار بي ان، وبضرب الثلاث علاقات في بعض، السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن، ويبقى كده عملت الفيلم. ويبقى كده انا عملت الفيلم. ماشي يا عم، اخيرا عرفت ان الميوت شغال. اصل حضرتك لما بتشغل الميكروفون انا ما شاء الله عددكم كبير، انا مش هقدر الاحق اقفل كل الميكروفونات، وعمال ما ادور مين ميكروفونه شغال
في العدد الرهيب اللي قدامي ده، يعني انا مش هقعد ادور، انا مركز في الشرح، اقعد بقى ادور مين اللي فاتح الميكروفون ومين اللي قافل واللي فاتح اقفله، فارجو كل الناس تلتزم الميكروفون يتقفل عشان انا ما اقعدش ادور مين اللي فاتح ميكروفونه واقفله، انا ارجع انا اشوف انا شرحت ايه في الاول واعيده تاني. بس فارجوكوا بعد كده في باقي المحاضرات الناس تلتزم بموضوع الميكروفون. خلاص احنا قلنا حدود التقييم بتاعت المخاطر يا استاذ اشرف اللي هو الار بي ان من 1 لـ 1000، ما بيزيدش عن كده، ما بيزيدش عن 1000. تمام يا استاذ اشرف؟ اللي انا شرحتها في الباور بوينت دي اهي. اهي قيمة الار بي ان بتتراوح من 1 لـ 1000، من 1 لـ 1000 قيمة الار بي ان، اي ار بي ان ماشي. بس بقى في الخطورة يعني بيبقى برضه لوست وهايست، عندك الرقم القليل بيبقى لوست الخطورة بتاعته قليلة، زي الكلام اللي احنا قلناه، والالف دي تعتبر خطورة عالية. تمام كده. طيب النهارده انا شرحت كتير قوي، وتعتبر دي كانت اكبر محاضره من اول الدماغ، بس الحمد لله ربنا قدرنا النهارده وخلصناها، ويا ريت كل الناس تكون فهمت الامبروف، ويا رب اكون وصلت المعلومه ليكم وفهمتوها، لان فعلا الكلام اللي انا واخده ده او الكلام اللي انا قلته ده من 3 كتب دي حقيقي، الكلام ده انا واخده من 3 كتب دي حقيقي. يعني انا بحب دايما ابص في واطلع على البي دي افات، وبطلع على الكتب والمراجع في السيكس سيجما واللين والكايزن، الحاجات اللي تخص السيكس سيجما، وبعدين بلاقي حاجات هنا ما بفهمهاش من الكتاب دوت، فبضطر ان انا افتح كتاب تاني ابص على الانفورميشن بتاعته بفهمها، خلاص يبقى الداتا دي ثبتت عندي. فاللي انا لميته في الكورس دوت من خلال مرجع الاي كيو اف، ومن خلال مرجع الاي اس كيو، ومن خلال مرجع الامبروف بتاع الكواليتي، والحمد لله رب العالمين قدرت اوفق ما بين الداتا دي كلها عشان اقدر اطلع لكم بالمعلومات اللي انتم شايفينها. واشوفكم بقى على خير. انا بقى طالب منكم الهوم ورك من خلال الاسبوع ده، انا شرحت كده 4 ميثود في الامبروف، شرحت البروسيس ماتريكس، وشرحت التري دايجرام، وشرحت الاكشن بلان، وشرحت الفيميا. كل واحد يا ريت يختار اي حاجه من الاسلوب دوت من الاساليب ديت ويحطها عنده في الفاينل بروجكت، ويبعتوا لي الاسبوع دوت، بحيث اللي انت يبقى كده حطيت المناسب ليك في الامبروف، يبقى الديفاين حطيت حاجه، حطيت الانيشيال، وحطيت الشرط، حطيت السايبو والميجر، حطيت البيانات المجمعه وبريته، الانالايز حطيت البروسيس كيبابيلتي والفيش بون، الامبروف نقي بقى اي واحده من الـ4 وحطها، وفي الكنترول شارت هقول لكم ان شاء الله تعملوا ايه في اخر الشابتر اللي جاي اللي احنا هنبدا في الجمعه الجايه ان شاء الله. كده اشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه الجايه، والسلام عليكم.